اول شيء نبدلوا الصوت كاع الناس اللي تطلعوا معنا في اللايف هما ماشي اصواتهم الحقيقيه هما المبدلين باش الا تشابه لك ماشي واحد بيان سور ما يكونش هو. اوكي نزيدو نرقوه على بركه الله ندوزو للقصه الاولى حتى نتوما اللي بغيتو تعاودوا القصص ديالكم اولا دوزوا معنا في برنامج يكون خير صيفطوا لنا ميساج عبر الصفحه الرسميه بي ا دي اخ او اسباس اش اي ال ا ال اي. كذلك محتاج ان اللي ناس اللي معجبين بهاد الصفحه واللي باغين هاد الصفحه وباغين انهم يساهموا في بغاو يعاونوا في النجاح ديال هاد الصفحه سمح لي واحد الدقيقه وبغاو انهم يشاركوا معنا في هاد الصفحه ويكونوا الناس اللي مسيرين معنا يصيفطوا لي ميساج عبر الانستغرام اللي باغين ان هاد الصفحه في نجاح ويكونوا وحدين من الفريق ديال العمل ديالنا اللي يكونوا الناس اللي منجحين هاد الصفحه هذه فنتمنى انكم توصلوا معنا عبر الصفحه الرسميه عبر الانستغرام ديالي بي ا دي ار او اسباس اش اي ال ا ال اي. اختي ممكن تحبسي اللايف شوفي اميمه هادي اللايف عندي الو السلام عليكم مرحبا بك عليكم السلام اخويا بدر كيداير لاباس عليك الحمد لله ممكن تمشي شي بلاصه خاويه الا كان ممكن مرحبا باش نسمعكم مزيان دابا مزيان خويا دابا مزيان تفضلي حنا تنسمعوك المهم اخويا بدر شنو نقول لك غنبدا لك من الاول شو اسم هذا المصطلح تاعك انا عطيك وشر مرحبا كاوتشار تفضلي حنا تنسمعوك المهم خويا انا تزوج بواحد الراجل يعني ما كنعرفوش ما كنتش معاه قبل يعني غير خالته مزوجه بعمي وشافني تماك وصافي وجا خطبني اها وفاش يعني ما كنعرفوش يعني فاش سول بابا سول عمي قال لي شنو كتعرف على فلان قال لي بلي مزيان المهم سولنا يعني قالوا لنا بلي مزيان المهم دازت مده شنو نقول لك نهار العرس كنت كنشوف شي حوايج ما عجبونيش يعني نهار العرس قلت فيسبوك ديالك فاش عطاني كنشوف ان الهضره ديالو هو اختو ماشي عاديين فهمتي كيفاش ماشي عاديين الهضره ديالو مع اختو كيفاش ماشي عاديين اللي كيهضروا تقريبا خصها الهضره هو حزن تحت شي حوايج يعني يعني شي حوايج ديال بان ما يمكنش خويا انا غيهضر معايا بديك الطريقه ما كاينش شي واحد غيدوي مع اختو بديك الطريقه فسولته قلت ليه فلان شنو هادشي قال لي لا راه هكا راني كنت مصاحب مع صاحبه اختي وصاحبه اختي ما عندهاش الفيسبوك وكنهضر معاها من الفيسبوك ديال اختي دازت هكا قلت ما يمكنش يكون هكا يكون اختو هادي ما فكرت بزاف وبقيت ديما مريضه ديما موسوسه كنت مشيت كنت ديك الساعه خدامه فاش مشيت للخدمه قلت لها البنات قالوا لي لا ما يمكنش يعني ما تحطيش عليه الباطل وهادي المهم ديك الساعه كنت درت بحال غير خطبه وبقيت في دارنا شحال مده بقيت في دارنا وش نقول لك بقيت مده في دارنا من بعد صافي كنا بغينا نديرو العرس صافي ما درناش داكشي باش فرشنا الدار وهادي مشيت معاه يعني مشيت معاه وسكننا بوحديتنا من العيد للعيد كنمشيو لدارهم بحال هكا وهاديك ملي كنمشيو لدارهم كنشوف شي حوايج اللي ماشي عاديين هو ويا يعني شنو نقول لك بزاف ديال الحوايج يعني هما قدامي وكيديروا شي حوايج في شكل انا دخلني العجب تنقول ما يمكنش يعني خوت غادي يديروا شنو نقول لك يعني قدر نهضر خدي راحتك بحال يعني شنو نقول لك يعني يعني داير يدو في صدرها يعني جايبين ملايه ومخشين بجوج في الفراش وكل شيء كيبان تحت الفراش وانا كنشوف وما كيصحاب لهم بال شي بان انا شنو ما فهمتش انا كيفاش كنبان لهم في ديك يعني شنو نقول لك
شي حوايج بزاف يعني كيتلمس فيها، يعني شنو نقول لك، هو اصلا من ديما كيبقى يقول لي فلانه شوفي شعرها كي داير، شوفي هي كي دايره، فهمتي؟ واش اختو هي بقى هذه صغيره بلاتي ولكن فاخره يعني. اختو اختو بنت مو با، حيت حيت حنا النهار الاول مشينا زعما نشوفوا دارهم وشوفوا عائلته. النهار الاول مو قالت لماما بانها راه عندها بنت هي الصغيره وعاطيها لعمها ما كيولدش، فهمتي؟ يعني هي ما كتسكنش معاهم في العروبيه، كتسكن اها معاهم في العروبيه، كتسكن في واحد البلاصه اخرى، كتسكن في المدينه، وحتى هي كتقرا، وغير في الاعياد كتمشي عندهم حتى هي العروبيه وكنتلاقاو كاملين تماك، فهمتي؟ يعني اصلا هما اللي حاطينها في الوراق ماشي عمها، هم والديها الحقيق اللي حاطينها في الوراق، وهي عارفه راسها مربيه وعارفه شكون خوتها، والدراري كذلك يعني عارفين كلش. المهم شنو نقول لكم، ما بقيتش كنشوف يعني داك شنو نقول لك، صافي حملت عيط، جيت عند واحد خالتي قلت لها خالتي راني شكيت بفلان راه مع فلانه، قالت لي ما يمكنش، قالت لي شوفي، قالت لي غادي نقول لك. انا دابا تنقول ما يمكنش، راه ما يمكنش، ما كاينش اللي يقول لك ممكن، راه خشو واحد. المهم ما علينا، قلت لك مشيت عند خالتي قالت لي ما يمكنش راكي غير حامله، وكتوحمي عليها، قالت لي سيري تتولدي ولا بقات عندك نفس الفكره ديك الساعه راه غادي تكون حاجه اخرى. قلت لها صافي، انا ملي قالوا لي قالت لي خالتي هكاك، والدي حتى هما قالوا لي نفس الحاجه، يعني ما عندك اذا كان ممكن الا عندك، الا عندك كيفاش ديري، الا عندك ما ولي شويه مبرضتني داك الشيء. ما قلت لك حتى دارنا قالوا لي بحال هكاك، انا ملي قالوا لي دارنا بحال هكاك وخالتي قالت لي هكاك، قلت غادي نبقى مع هاد السيد حتى نشد دالي في الدير، عاد ديك الساعه نهضر، حيت الراجل راه ما بيناش لي غير الصلاه والدين، كيما بلي حتى شي حاجه، ولدرجه الى اذن عليه هكا شي وقت فهو في الزنقه تيصلي في الزنقه، يعني هذا ما تشكش فيه نهائيا. وهي ملي كنمشي انا نروح ولو يكون واخا يكون ما تيصليش، راه اختو راه واخا، المهم حد الان هادشي المهم نقدروا نديروا اعذار، واخا كملي ليا. المهم غادي نكمل لكم. المهم قلت لك بقيت بحال هكا نهار على نهار كنشوفهم كيهضروا في التليفون، هي تخطبات، ملي تخطبات السيد الماكله ما بغاتش تدوز لي داك النهار حيت تخطبات، قلت لي مالك فلان ودي، قال لي علاش تخطب وما تشاورنيش، قلت لي عادي عندهم هوبا اللي مربينا غادي تشاور معاهم وانت ما عندكش دخل، هي لا تشاور معايا، ومشى عند بابا كيقول لي انا راه بقات فيا اختي وغادا تجوز وهادي وباقا صغيره، هي باقا صغيره عندها 17 عام وهو عنده 27، يعني راه عاقل عليها ملي تزادت، يعني راه بيناتهم كاين الفرق. صافي وقلت لك، قلت لك النهار تخطبات هو ماكلاش وتخاصم معاها مده، وانا اللي صالحتهم بغيتهم يرجعوا كيف ما كانوا باش انا نشوف شنو كاين، حيت ملي كنمشي للعربيه كنمشي لواحد البلاصه كنبقى نبكي، ملي كنشوف انا دوك الحوايج كنبقى نبكي، فهمتي؟ حيت فين ما يسخروها هي يديه هو، فين ما يسخروه هو يديه هي، فهمتي؟ كنشوف شي حوايج كنبقى انا عندكي، ولا تيقول لي انت متكبره ما كتبغيش تجلسي معانا، انت عارف الناس العروبيين كي تيبغيو ولادي ما يجلس معاهم، انا كنجلس بوحديتي، لدرجه ولا كيجي عندي كيعطيني كان كيجي يقول لي مالكي ياك مالا ود فلانه، حتى هي لا وراه اختي حقه وحيت عاطينها مربيه واللي راه زعما مدصرينها وهادي. وواحد النهار جابها ليا هي كتبكي كتقول لي انا ما بيني وبين خويا والو، ما بغيتيني ما بقاش نهضر معاه، ما بقاش نهضر معاه، انا قلت لهم صافي شيقتكم، درت لهم ديك التفاته بحال هكا كتبتهم، يعني ولاو كيديروا داكشي عادي بين قدامي. واحد النهار لقيتهم هكا في الكوري، ها كنا شوفهم هما ما شافونيش كاع، واش انا كنشوفهم، الوقت اللي شافني هو تصدم، شافني تصدم وما قلت ليه حتى شي حاجه، ما قلت ليه والو، لقيتهم تيديروا في الكوري تصدم. شنو نقول لك، ما شي حوايج ما نقدرش نقولهم لك، يعني انت كمل من عقلك، يعني انا ما شي حوايج ما نقدرش نقولهم لك. واش لقيتي هو واختو تيديروا شي حاجه محرمه ولا شنو؟ واش تهضري بالصح؟ خويا راه كنهضر بالصح وعندي الدليل، ماشي ما عنديش، فهمتي؟ انا جايك الهضره، قلت لك صافي. المهم بقات بحال هكاك، انا نسيت، بقيت معايا واحد صاحبتي كنعاود ليها، قلت لها راه كنشك فيه وديك داك الشيء كامل اللي دوزت معاه، وانا شاكه معاه وشاكه فيه، معاه وشاكه فيه، يعني راسي دارني ديما راسي دارني منهم بجوج. شنو نقول لك، فاش
اخر مره بانني غادي نشوفهم هكا مع بعضياتهم. المهم هو اصلا هضرتهم في شكل المهم انا ملي كنمشي للعربيه كيبقاو يهضروا كتقول ليه هما ديجا كانوا كيخرجوا قبل ما يتزوج بيا انا كانوا كيخرجوا كي كتقول ليه كيجبدوا التصاور كتقول ليه واش عقلتي على هذا النهار عقلتي على هذا البلاصه وكيبقاو يضحكوا كتقول ليه واش عقلتي على هذا البنت كتبقى تقول ليه هذا البنت راه كسلمت عليك وسولت عليك وقالت لي وريني مرتك فهمتي بحال هكا يعني شي حوايج يعني ماشي ديال الخوت نهائيا تيبقاو يهضروا شي هضره اللي ماشي ديال الخوت بصفه نهائيا انا كنبقى غير نشوف فهمتي يلا خرج خرج قلت لك اخر مره ما حنا كنا غير تنكريو اخر مره جيت كريت في مدينتي في مدينه فين ساكنه انا كريت حدا دار حدا دارنا كريت حدا دارنا انا ما عمرني تخاصمت معايا يعني نهار تخاصمنا تفارقنا يعني انا كنت صابره غير داك الدليل اللي انا باغا باش كلشي يتيق داك فلان على حقيقته قال بحال هكا هو 27 وهي 17 عام مهم قلت لك هكا وفي الاول ديال الكورونا في الاول ديال الكورونا انا ماشي بزاف بس من في الاول ديال الكورونا خد لي تليفون هو من الاول من نهار عرفت هو عنده عظم خديت ليه خدا لي تليفون عطيته تليفوني القديم درت ليه الواتساب درت ليه فيسبوك درت ليه كلشي ودرت ليه ديك العيبه ديال كنجسس عليه هو ما عارفش هو اصلا قاري غير ثلاث سيت ما عارفش في داكشي ديال التليفونات هو انا اش نقول لك هو ملي ولا بحركه صافي انا اصلا فرقت عليه الناس ملي جيت لهنا لبلاصه فين ساكنه فرقت عليه الناس كنقول لي حقه انا مسيم كتقدناش انا وياه ولدي صافي شي ناس هو في الصاله باش انا اصلا بغيتو ياخذ راحتو في الهضره في الليل هكا جالسه كنعس في ولدي حتى كيوصلوا لي الميساجات يعني شنو نقول لك شي ميساجات صافي واخا انا عارفه داكشي اللي بيناتهم كنت باغي غير نزيد نتاكد شي حاجه اللي تكون عندي انا يعني كيقول لي صيفط لي صدرك صيفط لي هادي صيفط هي شنو كتقول لي قالت لي خليني قالت لي خليني خليهم حتى ينعسوا صيفط لك بحال ولا البارح يعني راها صيفطات لي وكيمسحهم هو دغيا كيمسح المهم انا ملي شفصلني داكشي التليفون شنو نقول لك مشيت للصاله وتنرجع كنمشي للصاله وكنرجع صافي فشلت رجليا فشلت ما بقيتش قاده نتمشى تنقول غنقولها ليه دابا غنصبر حتى تصيفط لي التصاور نقولها ليه دابا نصبر حتى تصيفط لي التصاور وانا ندخل عنده دخلت عنده قلت شنو كدير قال لي راني غير كنتفرج وانا وريته تليفوني قلت لي شنو هادشي قلت لي شنو هادشي قال لي انا ما كندير والو هانتي انا غير كنتفرج ونحيد لي تليفونه من يدي ودخلت الواتساب قلت لي غادي تقول لي دابا شنو هادشي بدا كي شنو قال لي هو قال لي عافاك سكتي ما غتشوهيني مع الجيران هذه هي الكلمه اللي قال لي كي سكتي راك غتشوهيني مع الجيران بقيت بحال هكا كنت غادي نخرج في داك الليل ما تكون ديك 12 الليل بحال هكا كنت غادي نخرج لدارنا ديك الساعه بقى هو كيطلب فيا وانا كنفكر الا خرجت غندير غير شي مشكل حتى بابا ضاربو ولا شي حاجه فكرت قلت غنبقى حتى الصباح بقى هو تيطلبني تيطلب فيا الليل كامل تيوس لي في رجليا في راسي تيقول لي سمح لي انا غلطت بحال هكا قلت ليه اجي فلان قلت ليه صافي غادي نطلقوا ما يمكنش لي انا نبقى مع واحد مع اختو ما يمكنش قلت ليه راه ما كتدخلش للعقل قلت ليه قلت ليه الا بغيتيني ما نطلب ما نطلقكش ما نطلقوش غادي تجلس قدامي وغادي تعاود ليا كلشي قال لي اه مرحبا هو جلس قدامي تيعاود ليا عاود ليا كلشي بانه كان معاها شنو اللي عاود لك عاود ليا قال لي بانه كان معاها وها فين كانوا كينعسوا بزاف ديال الحوايج هو كيعاود لي وانا كنسجل داكشي باقي عندي الان درتو فيه سبي وباقي عندي لدابا كنهزو معايا في الطامي قسما بالله باقي عندي لدابا قلت لي قلت لي عرفتي انا راه كنبكي صافي شنو نقول لك صافي تصدمت ما بقيت عارفه شنو نقول ليه هو تيقول لي عافاك ما تشوهنيش مع الجيران كان وحدنا الكرايه تيقول لي ما تشوهنيش مع الجيران هادشي اللي كيقول لي قال لي هانتي انا غادي نقول لك كلشي وغير ما تشوهنيش وما تقولي داركم والو ما تقولي دارنا والو قلت ليه واخا غير قول لي صافي قال لي انا كنت معاه هنا وها فين كنا وشنو كنا تنديروا وبصح باللي هي كتبغيني بحال هكا بحال بحال ما كنهضر بحال ما كيهضرش على اختو بحال كيهضر على شي وحده برانيه ولا قوه الا بالله العلي العظيم بحال هكا بحال هكا وصلت بهم لهاد الدرجه
يعني بحال هكا تيقول لي انا راه كنت معاها ملي هضرت معايا. شنو قالت لي؟ ملي هضرت معاها هي قالت لي فهميني، قالت لي فهميني، قالت لي حطي راسك في بلاصتي انتي بنت. قلت لها اه عندك الحق، حتى انا بنت وانا كيرا ما غنديرش داكشي اللي درتي انتي. قلت لها كاع انا هكا كنطير، قلت لها غنخرج عند براني وما غنمشيش عند خويا بحال هكا. قالت لي دابا حطي راسك في بلاصتي، قالت لي انا كنبغيه من الصغر هكا، قالت لي انا كنبغيه. قالت لك اش تبغي فيه؟ اه قلتها ليها، قلت كتشي عندي لدابا، قلت لك عندي راه شي حوايج اللي ما عرفتش ندخلهم للحبس، ولكن انا ما بغيتش ندخلهم للحبس. المهم بقات بحال هكا كيطلب فيا. هادشي راه شنقول لك في رمضان ديال العام اللي فات، قبل ما يدخل رمضان بشي 3 ايام ولا 4 ايام، باش شفت انا هادشي، باش وصلني هادشي، بقى عندي داكشي في تليفوني. المهم قلت لك هو اللي كامل بقاش يطلب فيا، صافي عاود لي كلشي. انا خديت منه داكشي اللي بغيت ناخذ، يعني سجلته. تيقول لي عندك شكون اللي كتسجليني؟ قلت لي انا ما عنديش نسجلك، يعني صافي. هو قال صافي تيعاودي، عاود لي كلشي صافي، داكشي كاع اللي بغيت نعرف عاود لي بانه كان معها بصح. فهمتي؟ صافي صبرت حتى الصباح. صافي ديك الساعه في اللي ركبت ولدي بغيت نخرج، ما خلانيش نخرج، قال لي عافاك ما تخرجيش. وانا فكرت ماشي لي هو، وانما فكرت بابا، فكرت بابا وخويا غادي يخرجوا لي، يقدروا يضربوا ويقدروا يديروا شي حوايج اللي ما. صافي الصباح هو مشى للخدمه، انا مشيت لدارنا، مشيت لدارنا كان بكيت. يقول لي بابا قولي لي مالكي، قولي لي مالكي. قلت لي بابا داكشي اللي قلت لكم راه المهم راه بصح. قال لي شنو اللي بصح؟ قلت رانا فلان راني عرفت عليه كل شيء، وعرفته كان مع خشو وهادي. قال لي بابا باش عرفتي هادشي بصح؟ وانا جبت لهم داكشي. صافي بقاو كيتصنتو، تصدموا تصدموا. صافي شنو نقول لك، ما بابا تصدم حيت الراجل عصلا والدين، والراجل وقت الصلاه ما كتفوتوش. ما فهمتش انا هذا زعما عارف بينه وبين الله، وقت الصلاه ما كتفوتوش. صافي بابا تصدم، ماما هكاك. مشيت لدارنا، قال لي بابا غديري بحال ما كاين حتى شي حاجه وغتزيدي تسجلي بحال هكا. مشيت رجعت للدار، جا هو من الخدمه تيطلب فيا، ما كنهضرش معاه، انا كنطيب الماكله كناكل وكنخليه، يعني كنخلي ليه ماكل شو ما كان. المهم ما كنهضرش معاه وما كناكلش معاه في الطابله. بقيت بحال هكاك ما عرفتش. صافي ما نقدرش نصبر. واحد خالي قال ماما شوفي، قال لها بنتك ما خصهاش تبقى عنده حتى دقيقه، قال لها داك راه مريض ويقدر يقتلها. اللي عرفها عرفت كل شيء، يقدر يقتلها. فهمتي؟ المهم قلت لك قال لها راه خصك تخرجي بنتك من تما، ما خصهاش تبقى عنده. صافي انا فكرت يعني ما خصنيش نبقى معاه يعني. وصافي مولات الدار سمعتنا، واحد النهار كانت ناقشوا هبطات عندي، قالت لي شوفي مالكم ما مالكم. قلت لها شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين. طلعتني عندها، قلت لها شنو؟ قالت لي هو ماشي مشكل. قلت لها كيفاش ماشي مشكل؟ قالت لي انتي مهلفك بينو وبين الله. قالت لي انا هذيك اصلا هذيك المره في شكل جاتني، قالت لي انا لقيت امي مع راجلي. صافي ملي بقات شويه الهضره جاتني ديك المره هي ماشي عاديه. صافي انا ما سمعتش ليها، حيت صافي داك في الاول ديال كورونا ما كانش ترانسبور داكشي. مشى هو جلس في الخدمه، دا حوايجو جلس في الخدمه. انا شنو درت؟ قلت لبابا صافي غادي نعيط لدارهم وغنقول لهم شنو كاين. هو ملي عرفني انا غادي نعيط لدارهم شنو دار؟ سبقني وعيط لدارهم، عيط لمو. قال ليها انا، قال ليها لقيت فلانه مع واحد بحال هكا. اه وفاش عيطت انا لمو قالت لي سيري انت اللي لقاك مع واحد. قلت لها انا لقاني مع واحد. قالت لي اه انت اللي لقاك مع واحد. قلت لها واخا، قلت لها لقاني واحد يجيب الدليل بانه لقاني مع واحد. قلت لها واش كاين شي راجل غادي يلقى مرتو مع واحد وغيسكت بحال ما كاين حتى شي حاجه؟ قلت لها غير اللي كان ماشي راجل الله اعلم. قلت لها راه يلقاني. قلت لها انا ما كنت ما يرحمنيش بحال هكا. صافي صافي واش نقول لك؟ فاش خليت هو مشى للدار انا زيد دوك الحوايج، طلعت للدار في الكرو وزيد الحوايج كامل، ما خليت ليه حتى شي حاجه، حتى حاجه ما خليتها ليه في الدار. حوايج ديال البوس هزيتهم، يعني عنده غير الحوايج اللي فوق لحمه ودوك الشيء اللي كان دا معاه. خليته ما عرفتش المده، ما عقلتش المده بشحال، تكون شي 15 يوم ولا 10 ايام بحال هكاك، باش انا ديت الحوايج. وعيط الله غد ليه، هضرات معايا اختو قالت لي واش هذا الشيء بصح وهادي. قلت لها اه بصح. قالت لي صافي. قالت لي انا تفكرت كنت ديما كنلقاك كتبكي هكا في العروبيه. قلت لها اختي، قلت لها انا غنصيفط لك شنو كاين. هذه شي اختهم وحده اخرى؟ اختهم وحده اخرى مزوجه. قلت لها انا غادي نصيفط لك شنو كاين وغادي تشوفي، غير تسمعي بودنك وتشوفي بعينك. حيت هي صيفط اختو هادي اللي معاه، صيفطات لي ميساجات في واتساب وكتطلب مني السماحه، عافاكي ما تشوهينيش وندير اللي بغيتي وعافاكي، كتطلب فيا وداكشي كله انا كنخليه عندي.
وكنصيفط ليها كنصيفط لها قلت لها انت شوفي شنو كاين. عيطت لامها قالت لها امي قالت لها راه بصح شنو دار ليها وشنو دار لها. عيطت لي مو عيطت لي كطلب مني السماحه قالت لي سمحي لي يا بنتي وانا ظلمتك وهما ماشي ولادي انت اللي بنتي وهذه. المهم بقات هي مو كتهضر معايا وكطلب مني السماحه وانا كنسجل فيها يعني مو داكشي اللي قالت لي كامل عندي انايا. باه اللي تيقني قال لهم قال بابا شوف قال لي ما تصيف لي حتى شي حاجه قال لي انا بنتكم شيقه قال لي ما تصيفط لي والو قال لي ما عندها علاش تكتب عليها ما عندها قال لي ما غاديش علاش غتحط عليهم البطل علاش غادي تكتب عليهم قال لي انا مشيقه بحال هكا. المهم شنو نقول لك سيا سيبان عليا واخ شنو درتي مورا سيا بان عليا شنو درتي مورا. المهم شنو نقول لك صافي مشيت لدارنا وقلت لهم صافي غادي نطلق. بابا قال لي لا هو مهلي فيك وما تطلقيش. قلت له شوف بابا قلت له يلا بغيتيني نموت غنبقى نرجع معاك. انا ما يمكنش نرجع مع واحد انا كان مع اختو ما يمكنش انا واحد يبقى يشوف اختو ويجي يخرج فيا انا الشهوه ديالو فهمتي هو كيشوف اختو كيجي عندي انا. قلت له بابا بحال هكا صافي ملي طلع لي الدم وليت كندار مع بابا نيشان ما يمكنش انا قلت له واحد يمشي عند اختو ويجيني انا. قلت له شنو كيفاش كنبان لك انا قلت له بحال هكا جاي بابا ديري اللي بغيتي ما نقول لك والو صافي. عيطت عليه جا هو كان ديك الساعه كل نهار كيعيط ليا تقول لي عافاك رجعي معايا وما نعاودش وهادي ماشي كل نهار تيطلبني صافي ما بغيتش بلاتي عافاك حاولي لنا باش شي بلاصه باش نقدروا نسمعوك شويه مزيان عافاك. نتمنى كلشي يبارك على قلبي قبل ما نكملوا القصه سير الله يفتح لكم ببال الخير وينور لكم طريقكم ويعطيكم كل ما نويتوا في خاطركم يا رب. كلشي برك على قليب عافاك باش ما يتبلوكاش اللايف وبركوا على بارطاج هذيك كذلك اختي. معاك اخويا انا ما كرهتكش تقولي لي هو فاش قلتي لي علاش اختك الجواب الجواب قال لي انا براسي ما عرفتش شنو وقع ليا. قلت ليه كيفاش بديتو هذا الشيء قال لي هي صيفط لي واحد الفيديوهات خايبين صافي وانا نبدا انا وياها بحال هكا. هذه هذا الشيء اللي قال لي هو هذه هي قلت لي راه اختك حرام ما قلتوش عرفتي شنو هي اختك. قلت لي دابا انت قلت لي انا ولدي ما نخليهش معاك. قلت لي ولدي ما نخاف عليه منك. قال لي لا وشنو كتقولي. قلت لي اختك راه شرفك راه خاصك تخاف عليها. هو اصلا هاد السيد في شكل يعني كيغير على اختو اكثر من كيغير عليا انا غنخرج نلبس اللي بغيت ما كيقولش لي كنبغي نلبس بالعاني غير باش هو يقول لي فلانه حيدي ديك اللبسه ما كيقولش لي نهائيا ما عندوش مشكل هو عنده عادي ما فهمتش يقدر يغير على اختو اكثر ما يغير عليا انايا فهمتش. قلت لك ما شنقول لك هذاك السيد ما عرفت جاني انا ماشي عادي ما عرفت شنقول لك وما فهمتش انا واش بقى في الحال. والديهم تقبلوه بحال ما كاين حتى شي حاجه يعني داز العيد الكبير مشاو عيدو كاملين تما بحال ما كاين حتى شي حاجه بحال ما كاين والو. ما فهمتش انا واش هما عائله هما كلهم هكا ولا ما عرفتش. يلا واش ندير شي طلقتي المهم صافي درنا طلاقتي باقي هو قال لي نعطيك اللي بغيتي غير ما تحطيش داكشي في المحكمه اللي عندك ماشي قال لي ما تحطيش داكشي اللي عندك وصافي نطلقوا طلاقتي باقي وقولي شنو بغيتي وهذه. وقلت لي صافي قلت انا الحاجه اللي غادي نقول لك هي ولدي ما غاديش ديه معاك. قال لي صافي غادي نبقى نشوفه مره واحده في الشهر مره واحده يجي عنده مره واحده في الشهر يعني مره واحده في الشهر صافي. قال لي واش تردي لي الحوايج. قلت لي ما غادي نرد لك حتى شي حاجه قلت لي الحوايج كاملين ما غاديش نردهم. قلت لي لا بغيتي ما بغيتيش. قلت لي ماشي مشكل انا ما عنديش مشكل. قلت لي انا تنشوف الا دخلتك انا الحبس ما غادي نصور حتى شي حاجه فهمتي يعني ما غنصور ما غادي نصور والو انا دخلت ما غادي نصور حتى شي حاجه. نتي شنو نقول لك اختي شنو ها تفضلي. المهم وصلنا نطلق حنا في المحكمه تنطلقوا تيقول لي شنو بان لك نقطعوا هاد الوراق ونرجعوا مع بعضياتنا. قلت ليه لا قلت ليه مستحيل نرجع معاك ما نقدرش. قلت ليه ما نقدرش ماشي قلت ليه ما نقدرش نرجع معاك ومستحيل نرجع مع واحد بحالك بحالك. صافي طلقنا وشنو ملي طلقنا شنو ولا كيقول لي تيبغي يسول فولدو تيقول لي تصاحبي معايا وما يخصك معايا حتى خير هذا ماشي مريض مريض. قلت لي واش انت قلت لقيت فيك الخير حتى في الحلال ما بقى في الحرام بحال هكا. وهاد خالته هذه اللي مزوجه بها مي قالت لي الا جاتي معاه قلت لي ما تعرفيني ما نعرفك قالت لي بابا ما تدخليش معاه وعمي ما تايقش
يعني هم كيس هما ردوا له ماليهم، يعني قالوا لي احنا السبب، حيت انا ما كنتش كنعرفهم ولا يعرفوني، قالوا لي احنا السبب حتى زوجناك ليه. وهذيك ما قلت لهم لا عادي، انتما ما كنتوا غاطين فيهم، ما كنتوش عارفين يعني ما كانوش عارفين وكذا. شنقول لك عرفتي بزاف والله، عرفتي داك الشيء كامل ما بانش عليا، يعني حتى مؤخرا جاني يعني يا عصبي ديال داك الشيء كامل، وليت كامله تنترعي ديال يدي كبروني لدرجه من ابسط حوايج كيعصبوني، تنولي كامله نترعي ديال يدي تيرقدوا عليا شحال. شنقول لك هو ما كيعيط لولده وشي يسول فيه مره شي ماشي كيقول لي كي داير ولا شنو خاصو ولا شنو نقول لك فشكل، ما فهمتش انا داك السيد. والديه دابا راه عام رمضان اللي فات، وهذا رمضان عام عمر والدي عيطوا وسولوا فيه ولا من داك الخصام عمرهم عيطوا سولوا ولا قالوا شي حاجه نسولوا في هاد الدري ولا فهمتي، ما كيسولوا ما حتى شي حاجه. يعني يعني انا مكلفه براسي، يعني ساكره مع دارنا انا جايه من السير، قلت لك مكلفه يعني براسي، يعني واخا ماشي شي حاجه وخرجت من الخدمه دابا، ولكن اش نقول لك ما كاينش اللي غادي يسول فيا واللي يقول لي هاكي ولا اللي يعني مدبره راسي، يعني والدي ما فحالهمش انا مدبره راسي، المهم ما كندير شي حاجه خايبه، ما كندير شي حاجه ديال حرام فهمتي. اش غنقولوا يعني ما كندير، لا حول ولا قوه الا بالله، بعض المرات اللي سامع هذاك ما تقول عنده كاين شي حوايج ما عندهمش الجواب والله. ايه دابا هو باقي مشكله، باقي لدابا معاها، باقي لدابا لدابا لدابا، هادشي راه غير النهار اللي تخاصمنا حنا كنهزو في الحوايج في الليل تلقى عاوتاني مصايم كيهضر هو بيا في الواتساب، حيت باقي كان باقي عندي كيقول لي عافاك لما صيفط ليا. واش ما فهمتش انا هادو، واش نتوما منايضه قيام عليكم وباقي زايدين في هادشي؟ يلا ما واش هادو مراض ولا ما فهمتش انا، ما عرفتش. وفي الاخر ولا كيعير في ماما ويعيرني انا وعير بابا، وهكاكو ما بغاوش يخرجوا مع العيب، عيراتو ماما ولكن ماشي بحال المعيور اللي عيرها هو، يعني هادشي غير كانوا ما كيخليهم ما يديروا عليه، كانوا كيجيو يعطوني فلوس يخليو لي هو الماكله، وما كيخليهم ما يديروا عليه في الاخر. واش نقول لك، نتمنى والله اش نقول لك اطلاق ماشي النهايه ديال العالم بيان سور، تجربة مزيان دوزتيها ولكن غتعلمي منها بزاف ديال الحوايج. شنو نقول لك، انا تأزمت بزاف، يعني انا باقا صغيره ولدي باقا صغير معصبه، يعني داكشي ديال داكشي اللي فيا كنخرجوه فيه. شنو نقول لك والديا يعني ما بقاوش مستحملين الصداع وفهمتي، يعني ولادهم كبروا، يعني ولدي كيصدعهم، يعني كيصدعهم صافي، ما كنبقاش انا ما كنعرف شنو كندير، صافي انا كنتعصب ما كيعجبنيش الحال بحال هكا، يعني انا كنضرب والديا تيضربوا داك الدري ولا عصابي بزاف فهمتي ولا عصاب. نتمنى من الناس اللي في اللايف كلهم انهم يدعيو معاك بعدا اختي، اش نقول لك، نتمنى انا الحياه ديالك تستمر، وحاجه عاديه انا تنطيحوا بحال هاد المواقف هادو، ولكن الحياه تستمر رغم كل شيء والله، عاد ما نديرو هذا قدر الله، وطلاق عمره ما كان عيب باش نضرب صراحه، راه عادي حاجه اللي ماشي عاديه هو السبب ديال الطلاق، اما الطلاق راه حاجه عاديه ولكن السبب ديال الطلاق هو اللي كيبان مرض. انا الاسباب كاين بزاف حوايج اخرين، كاين بزاف يقول لي في المحكمه يقول لي عافاك نطلبك طبيبه ملي كبر ولدي، ما تقوليش ليه انا شنو درت، حيت غادي يخرج ليها غيولي كمي غيولي يدير بسببي انا. قلت لي هادشي بصح ما تقوليهاش في الاول، لي هادشي هذا قلت لك انا عليك تفكر فيه في الاول، واخا ما نقولش لي انا، راه كلشي في خبار، وراه بنات لاصقين في الارض في خبارهم، كلشي في خبارو، يعني الهضره كتضيع، كلشي في خبارو. شنقول لك كنت انا ما بغاش، لا حول ولا قوه الا بالله، ما راهش مستقيم، انا ما بغاش نقول لك، ما بغاش ولدي يخرج للطريق، وانما راه غادي يسمع. شنقول لك غادي يسمع، غادي يسمع، ونتمناو نلطفو لطف من عند الله عز وجل ما يسمعهاش، ومن الاحسن بصراحه. واش غنقول لك، الله يفرجها عليك والله ينور لك طريقك، وشكرا لك لانك شاركتي معنا هذه القصه، والله ينور لك طريقك يا رب، ويجعل كل ما تبقى من ايامك هي سعاده وفرح. امين اخويا، شكرا شكرا لك. حتى انتم اللي بغيتوا تعاودوا القصه ديالكم صيفطوا لنا ميساج عبر الصفحه الرسميه بي ا دي ار اي اسباس اش اي ال ا اي ال اي. ندوزوا القصه المواليه
قبل ما ندوزوا القصة الموالية تعجبني باش ما نشدوش الطاقة السلبية ونشدو باش ما نشدوش الطاقة السلبية نقول لك الله ينور لك طريقك والله يبعد عليكم شر الخلق والله يفتح لكم في بال الخير والله يرزقني ويرزقك الجنة يا رب. هذا ما كان ندوزوا القصص الموالية. الاخوان كلشي برك على قليب وبارطاجي. مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. بارك الله فيك. اختي شنو الاسم المستعار اللي غتعطينا؟ فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء بغات تعاودي لنا شي حاجه؟ خويا بدر انا ديجا معوده القصه ديالي. وكان الوقت اللي انت كان اللي حبستي فيه اللايف يعني ما كملتيش يعني اللايف ديس وما كملتيش. ما عقلتش. فكريني دابا واش كنت دست نعم دستي معايا في اللايف. كنت دست في اللايف لكن يعني في الوقت اللي صراحه كان طالع لك الدم وقيله وداك الشيء وما طلعش اللايف بزاف وقلتي لي صافي ما بحال ما كملاتش وما كانوش طالعين وقيل الناس بزاف لا ما عرفت ما فهمتش ما عرفتش كان السيناريو اللي سين هي لاونينا وقيل لاباس واخا ماشي مشكل واش بغيتي تعاود القصه ديالك ياك على ماضون واخا هذا قلت انا عاود ماشي مشكل. مرحبا مرحبا تفضلي اختي. مرحبا بارك الله فيك. ولا قلبي عامر بزاف والله. خذي راحتك اختي. بارك الله فيك اخي. عواشة مباركة ورمضان مبارك لكل الإخوان اللي كيتسمعوا وتصمتوا كاملين يا رب. مرحبا مرحبا. مهم أنا هي قصة اللي كانت عندي مني عندي 15 عام كنت كنقرأ عادي بخير وكان الأب ديالي كان كيتحرش بيا. تقدري تعاودي لنا كلشي من الأول باش كيما نعقلوا؟ وي فكرينا ما سمعتكش. عاودي فكرينا في القصة. قلت لك أنا كان الأب ديالي وصلت معي الاغتصاب. وصل معك الاغتصاب واخا عاودينا من الأول. عاودينا من الأول. يا المهم أنا يعني الصوت ديالي مبدل ياك. لا الصوت ديالك راه مبدل صوتك مبدل خلاص. ما كنبغيش ندير إحراج للعائلة وصافي. راه مبدل. قلت لك انا كنت كنقرا يعني عادي بخير وصلت عندي تقريبا 15 سنه كنت عادي في دارنا بخير. يعني الاب ديالي ما كانش كيخدم علينا وداك الشيء. الام ديالي كانت كتخرج تخدم. من بعد الاب ديالي ولا كيشوفني غادا خارجه للزنقه ولا شي حاجه كيقول لي فين غادا عادي زعما راه انت كتمشي عند الاولاد ولا شي حاجه. أنا كنت كنقرا عادي. من بعد بالليل كنحس ولا كيجي حدايا المره الاولى كنقول لا راه ما حتى حاجه المره الثانيه المره الثالثه. واحد المره يعني وصل معايا الاغتصاب صافي بديت كنغوت قال لي الا قلتيها ولا شي حاجه شوف غير يعني غندب حياتك باش نفهموا شويه بشويه كيفاش وصل معاك الاغتصاب. يعني اغتصبني ما فهمتش كنتي المره الاولى ما كان شنو ما فهمتش. أوي كنت في الدار يعني بوحدي وكانو يعني خوتي أنا صغار كلشي كيخاف يعني ملي سمعوني كاع كنغوت سد ليا فمي. مكنبغيش نتفكر هاد القصة الصراحة. بعدا حلفينا بأن كل كلمة غتقوليها لأن فاش نهضرو على الأب أقسم لك يمينا أنو رمضان هذا وصيامي حرام عليا تا كلشي بصح. آمنت بالله. تفضلي أختي كملي خودي راحتك خرجي كاع داكشي اللي عندك اليوم الحلقة ديالك خودي وقتك من البداية عاودي بالتفصيل عاودي كيما بالتفصيل المهمل خودي راحتك الحلقة ديالك عاودي من الأول خودي راحتك عاودي كاع داكشي اللي بغيتيه الحلقة ديالك. والله أنا ما كنبغيش نفكر هاد القصة بزاف ديجا عاودت ولكن كنكدرني راسي بزاف كنمرض يعني
انا ديجا مرضت وكنزيد المرض ديالي. واخا عاودي من الاول، شحال كانت في عمرك؟ شحال كان في عمري؟ قلت لك تقريبا شي 15 عام. كنقرا ما بين 8 كتريام، باش كنقرا عادي بخير صافي، ولا كيلتجئ لهذا الشيء يعني كنخرج نحفظ. كيقول لك لا انت كنتي مع شي واحد باغي يعني يتبس عليا شي حاجه، بان لو وقعت شي حاجه يقول لمراه فلانه كانت كتخرج حيت ماما ما كانتش. من بعد صافي، ولا المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه عادي كيجي عندي كي تيحط لي حوايجي تيدير، كنقول اوا كيفاش هذا الشيء ما فهمت والو. هادي تيحط لي حوايج زعما تي مارس، انا ما كنتش عارفه ديك الساعه كنت صغيرة ما كنعرفش هذا الشيء كاع. هادي شحال كانت عمرك ديك الساعه؟ شي شحال كانت؟ تقريبا 14 15 سنه. يعني يعني هكا بروده ما تيجي عند، والمشكل ما كيشرب زعما ما كيدير شي حاجه اللي خايبه، نقولوا راه كيكون داير شي حاجه ما عاقلش ولا شي حاجه صافي. من بعد بقيت بحال هكا كي المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه صافي. واحد المره مشيت عند العائله بقينا كنهضروا، بداو كيجبدوا الطبيب النفساني، ما طبيب نفساني، وانا بديت كنبكي يعني قلت لهم الصراحه طبيب نفساني خاصني انا. بقاو كيقول لي مالك مالك، وانا نعاود لهم الصراحه قلت لهم ما كاين واش وقع لي مع الاب ديالي، اش وقع اش وقع. المهم وقفوا معايا، هو تشد في الحبس باباك تشد تقريبا 6 شهور صافي. جو عندي العائله ديالي بداو كيقول لي لا صافي ديري هادشي كله كذوب، احنا نوقفوا معاك، ديري بانك انت كذبتي وراه انت باقا قاصره، يعني المحكمه غادي تشوف بالعين الاعتبار عليك انت هي وهادي صافي. مشيت للمحكمه قلت لهم انا غير كنكذب، يعني غير كان كيضربني وداكشي، ويعني شافوني باقا قاصره يعني مكلفه بيا الام ديالي ماشي صافي. دوزت تقريبا 6 شهور ديال طلوع الهبيط، ودرنا سيرتيفيكات، يعني عمي صايب سيرتيفيكات دارني بحال اللي باقا انا بنت وداكشي. علاش شتي في ديك الساعه ما بقيتيش بنتي؟ واش تعدى عليك ما بقيتيش بنت؟ اه يعني يعني صافي ما بقاش بحال ما هكا صافي. عمي صافي بقاو كيقولوا لي لا ما ديريش، ما تبينيش، ما تبينيش قدام الناس، وراه هو اللي مشى للحبس راه غادي يقدر يموت في الحبس، وانت غتبقى طول عمرك بحال هكاك، اللهم ديري انك انت كتكذبي. والمشكله اللي جات انهم عجبات العائله ديالنا، انه مني خرج، مهم هو مني خرج من الحبس مشينا عند عمي، وهو لقيته انا وليت كنخاف منه، يعني دخل البيت كيقول لي يا كنطلب منك السماحه ومن الله سبحانه وتعالى عدا بيني وبينه انا، ولا كيقول لي سمحي لي انا وليت كنتخوف منه، يعني البلاصه اللي كيبات فيها هو ما كنقدرش نبات فيها انا صافي. هو بات هذاك النهار عند عمي، انا بات عند الجيران ديال عمي، ما قدرتش نبات في نفس الدار اللي بيت فيها هو. هذاك النهار اللي خرج هو منه من الحبس صافي، من تما بقيتش انا كنشوفه نهائيا. دابا راه تقريبا شي 7 سنين ولا 8 سنين ما كنشوفوش. دوزت 6 شهور صافي، خرج المحكمة يعني دارت أنا بخير، يعني واخا هكاك كنت بخير عادي، باش العائلة ولو كيرجعوا لي كل شيء اللي هما كيقول لك أنت كدابة ولا هادي. دازت تقريبا شي مدة مرت أنا، يعني ولو الناس والجيران كيقول لك راه سخط الأب ديالها هي اللي دارت، وراه يعني مرضات راه هادي راه هادي. أنا ما مفهمنيش بنادم أنني أنا أصلا الضغط هذاك الشيء وقع لي، يعني نقدر نمرض اكثر من هكا، يعني ما تقبلتش هذاك المرض بحال اللي جاني عصب انهياري صافي. مرضت يعني مرضت، ولا واحد فيا بزاف الحوايج الدواء كل شيء. من بعد تلاقيت مع واحد السيد قال لي غنتزوج بيك، عاودت لي كل شيء. تلاقيت معاه متزوج بيا داكشي، ولات معاه بنت. المهم هو تخلى عليا ومشى في حلاج، خلاني انا يعني انسانه مقعده دابا. مقعده؟ خلاني اه. كيفاش مقعده؟ انا جاني قلت لك انهيار عصبي، يعني العصب تكون لي فيه مرض ومبقاش كنتمشى. صافي ما تقبلتش، انا ما تقبلتش المرض،
وسيغتو دابا اش كيقولوا لا رسخت الاب ديالها. كنت نطلق معاه انا دابا 7 سنين تقريبا ما طلقتش، ولكن قبل ما توصل 7 سنين تلاقيت معاه انا راكبه في تاكسي ومريضه، وهو ركب في نفس التاكسي، الاب ديالي ركب في نفس التاكسي اللي ركبت فيه انا. ملي غادي نزل كانت ديك الساعه ما كاينه الكورونا لا والو، نزله ملي غادي نزل انايا يعني من فمو لودني سمعتها كيقول يا ربي تسمح لي ما درت فيها. يعني انا كنت طبيعي عادي صافي، يعني ما تقبلش. هو دابا راه مشى تزوج، الوالده ديالي قالت لهم الحاجه الوحيده اللي بغيت انني نطلق. طلقات امك في ديك انا ما نقدرش. فاش دعيتو انتوما امك تيقاتك كان بغيت نسولك اش ما قلتيش لامك في الاول؟ اش ما قلتيش لامك؟ ما قدرتش ماما. انا ملي قلت للعائله وقالوا لا العائله ما تيقتش في الاول، وملي تشد كاع داك الشيء تقول لهم انا ذنوبهم يقسموا ما بيناتهم. قالت لي انا ما نقدرش نسيقاتش وما نقدرش نكذب هذا الشيء، يعني قالت لي ذنوبهم يقسموهم. صافي يا ماما في الاول طلبت منهم انه قالت لي انا بغيت الطلاق، الا كان يطلق انا نعطي لبنتي تسامح لي ولا كان يطلقني. صافي طلبتها في المحكمه نيت باقي هو مشدود طلب الطلاق وصافي داروا الاجراءات ديال الطلاق والطلاق. كاينين دابا شي خوتي ملي كبروا داك الشيء قال لك انت السبب اللي شتتي عائله، وانت يعني هما بغوني يعني حتى يبقى عليا شي حاجه اكثر من بغيتي صابره وقع شنو كيتسنى واش الحمل ولا ما فهمتش. انا اصلا داك الشيء ما كنتش كنعرفو من ست الصغر. اخ كملي كملي. ودابا انا اصلا يعني صافي بقيت حاب، انا وليت كنقول يا رب انا ولي يا رب تسمح لي في هاد الكلمه اللي نقول هاد العواشر. كنفكر في الانتحار اكثر من اي حاجه، دابا حاليا كنفكر في الانتحار. شنو تديري فاش خدامه؟ شنو تديري؟ انا خدامه انا مريضه دابا، انا بوحده غير في الدواء ديالي ما عنديش اللي يشري لي الدواء. انا المعيشه وكل شيء موحله فيهم دابا حاليا، وما كاينش اللي يتعاون معاك نهائيا. منين تتصرف؟ انا الدواء ما قادش عليه دابا. ومنين تتصرف؟ وي قلت لكم منين تتصرفي دابا منين تتعيشي وتعيشي ولدك؟ عندك شي وليد بعدا؟ ودابا اقسم لك يمينا ما كتكون شي حاجه راه قدره الله سبحانه وتعالى وصافي. شي حاجه شي حاجه قليله شي حاجه ما منين تجيبي ماشي شي حاجه منين مراجلك تيصرف؟ ماما ماما كاين. لا ما تيصرفش على ولده؟ لا علاش؟ انا نطلقت. مطلقه. واش متعاودي جدي؟ دعيتو حتى انا ما عنديش الجد ديال كنقدرش نخرج، ما تنقدرش نخرج وما لاقيش الجهد نهائيا. والله مرض بزاف والله. الله يصوب وصافي هادشي نقول هاد العواش الله يسمح ليه. ولحد الان ما كيقدرش يشوفني، ما كيقدرش نهائيا، ما كيبقاش صافي نهائي، ما يقدرش يشوفني حتى شوفه. يعني واحد العام مات العام عمي ومشيت يعني معاهم نعزي داك الشيء، ما كيقدرش يشوفني كاع. كون كان هو اصلا ما داير حتى حاجه راه انا غنمشي نطلب منه السماحه، حيت هو اللي خرب لي صحتي، هو اللي خرب لي حياتي كامله. انا ما نسمحش ليه لدابا وما نسمح ليه للدنيا الاخره. واخا شنو السميه اللي عطيتيني اختي؟ فاطمه زهراء. فاطمه زهراء تقدري تقول لنا المدينه فين تسكني؟ لا قلت المدينة أقدر شي واحد يعرف. واخا واللي بغا يعاونك نعطيوه الرقم؟ أنا عطيت الرقم ديالي ماشي مشكل. واخا اللي بغا يعاون كاين واحد الجروب ماسنجر راه دخلتي راه كاين فيه بزاف ديال الناس، باش اللي بغا يعاونهم تنحطو لكم تما الرقم ديالها، وكل واحد يقول أنا نعاون ندير أنا نفعل أنا. المهم اللي بغا نقدر نعطي الرقم ديالي أنا مباشر ماشي مشكل، عندي واحد الرقم كاع مكان في اللايف. من الأحسن بلاش أنا ماشي مشكل تفرقي في اللايف. ماشي مشكل. كنتمنى اللي غادي يعيط لك كان غيساعد كان غادي غير يدير. انا نبلوكي النمره ماشي مشكل. تفضلي فين الرقم ديالك؟ 07 ها 07 002 02 60 60
14 عاود فتيها 07 07 02 02 60 60 17 14 14. الا دابا كنحسب يقال واخا هو اللي بغى يجي عندك للدار ماشي مشكل، انا ميجيو عندك للدار. مرحبا ياك. مرحبا صافي. مرحبا. المهم ها يتواصلوا معاه واللي بغى يمشي عند الدار من الاحسن. اش نقول لك؟ مرحبا يجي يشوفوا الحاله ديالي. مرحبا. اش نقول لك؟ شكرا خويا بدر بزاف، الله يجازيك بالف خير. نتمنى من الله عز وجل ان يفرجها عليك ويفتح لك باب الخير وينور لك طريقك. شكرا لك لانك شاركتي معنا. الله يجازيك بالف خير، بارك الله فيك. مرحبا. شنقول لكم كذلك الا بغيتوا تدخلوا تعاونوا الناس اللي كانوا دازوا في الحلقات السابقين والفايتين. اخ دازوا القصه المواليه، كلشي برك على قليب عافاكم باش ما يتبركاش اللايف، كلشي برك على قليب وبارطاجي، كلشي برك على قليب وبارطاجي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم خويا صفا، لاباس عليك؟ كي داير خويا بدر؟ هاني بخير. امورك على خير؟ كي داير مع الصحيحه؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. نهار كبير هذا. كي داير اخويا؟ الله يحفظك ليا اخويا بدر. قول لي مده وانت تتواصل. راه شي مناش وانا كنتسنى وانا كنتسنى وشو سبحان الله الموت. والله الا تنعتذر منكم لان صعيب باش نجاوب على الميساج ديال الواتساب لان كاينين الالاف، صعيب. ايوا شنو نقول لك؟ شو بعدا اول شيء نخلي الصوت مبدل ياك اخويا؟ اخويا راه مبدل. التليفون عندي درت فيها لقيت دابا في 15%. واش نقول؟ واش هذا زهر او الثاني؟ واخا طفي غير ليكرون ياك؟ وشنو الاسم المستعار وندخلوا ديريكت في الموضوع يال. مرحبا. شنو الاسم المستعار اللي تعطيني؟ نعطيك عمر. عمر تفضل اخويا، عاود كاع داكشي اللي بغيتي حنا تنسمعوك. مرحبا اخويا، انا واحد الانسان اللي يعني كنت واحد اللي ماش كنقولوا راك عارف عقل الصغر كنطيش واحد شويه يعني كنت خارج كنت مبلي وكان عندي بزاف ديال الظروف. كان اول منها كان مات الوالد ديالي و يعني من تما يعني وليت المعامله مع الدار يعني ما كتسمعهم هذيك الكلمه ديال كتبغي شي حاجه كيقول لك يعني باك اللي كان عايش لك راه مات. يعني ماشي ما صافي يعني بدات البليه وبدات يعني ما كنفكر في حتى شي حاجه كتبان لك غير البليه في عينك يعني ديما هكا ديما هكا يعني صباح وعشيه. حتى واحد النهار ماذا بيا تعرفت وكنت كنتعرف ديك الساعه على واحد الانسانات اللي خارجه للطريق يعني ما كنعرف حتى شي انسان اللي داخل سوق راسها يعني محترمه نفسها. كنعرف هذوك الدريات اللي خارجين للطريق. ماذا بيا واحد النهار كنتعرف على واحد الدريه كانت هي ديجا الام ديالها ساكنه حدانا يعني ما تعرفش علاه بقينا داوين. جاب لي الهضره عاودت لي ان عندهم مشاكل وعندهم صداعات كان الاب ديالها والام ديالها واقفين على الطلاق. من جمع كثرت الحنيه يعني حنيت عليها بزاف وكانت يعني كانت هي كانت باقا صغيره ديك الساعه باقا ما كتعرفش شحال من حاجه. كنت كنجل دربهم بحال ما هكا كنلقاها كتعمر مع شي دريات مشيت لهي ودراري مشيت لهي كنبقى داوي معاها كندير لها عقلها كنرجعها صافي. دازت واحد المده صافي قلت توالفنا. هذيك المده اللي توالفنا حنا فيها انا ما عمر شي دريه كانت كتقول لي حيد البلياء اولا شي دريه كتشوفك كتشكمي اولا ديخ وكتجي كتقول لك لا حيد هادشي وكتبدا تبكي وكتقول لك انا ما بغيتش نشوفك هكا انا بغيتك من يعني تكون تحسن من الاخرين. يعني قالت لك انا بغيتك يعني من انا من هكا كنريح مع راسي كنقول او انا كنمشي للقهاوي كنمشي للبيران كيفاش هاد المشكل ديال هاد الدريه هادي كيفاش تولات بحال ما هكا يعني بقات معايا بحال هكا الصراحه ما نكرش خيره ونقول انها ما مزيان بقات معايا تحيت البلية كلها ما بقاش كندير والو. من تما صافي بدات هذيك العلاقه بديت كنتعلق بها بزاف يعني ولات كتبان لي يعني ابر بيني وبينها شي حاجه يعني كتبان لي بحال الاخت ديالي الصغيره يعني كنشوفها الاخت ديالي الصغيره اللي ما نبقيش واحد اخر يضحك لها حيت يعني انا كنقول لها انا دوزت شحال من حاجه يعني انت ولو نمشي انا للقهوه ولو ما عرفتش فين نمشي ما غنديكش معايا. بغيت نمشيو للقهوه نريحوا في قهوه محترمه نمشيو نريحوا في سناك يعني هذاك الميدان اللي خارج طريق ما نديكش لي انت. صافي بقات الامور غدا هكاك غادي بخير يعني شي حاجه واخا ديك الساعه هي
يعني ما خدامه ولا باقي كتقرا يعني كانت كتعاوني في شحال من حاجه كنوقف مع بعضياتنا يعني صافي بقيتها في اليد ديال لي انا غادي بحال ما هكا يعني المده نقول لك واحد المده ديال عام مده ديال عام يعني قواو يعني مادام واحد الانسان ولا كيجي لدربهم كيوصلها كيرجع يعني قوات الهضره وك عارف حتى المغرب يعني الا شافوا شي جوج كتقوى الهضره هذوك الجوج مالهم هادو اش كيديروا صافي مابقيتش معاه بحال ما هكا لا شوفي انا نقول لك انا عمرني طمعتك بالجواج ما عمرني قلت لك شي كلمه بحال ما مي الا كنتي في النصيب ديالي انا غنتزوج بك وانا باغيك يعني ماشي يعني انا باغيك يعني يمكن لك تجمعي معايا راسك نكون انا وياك بخير قلت لي صافي مرحبا وانا هكا وانا صافي قلت لها سيري مرحبا بقينا غاديين دازت واحد 6 شهور بحال ما هكاك جبت الاهل ديالي للدار عندهم خطبتها يعني دوينا فيها يعني ماشي درنا خطبه كبيره المره الاولى درنا خطبه عاديه يعني دازت هذيك المده صافي عايشين بخير حتى لواحد النهار واحد النهار انا كنت صاحبتها جات عندي قالت لي راه فلانه راه جاوا فيها الخطاب هي ما قالت لي والو قالت لي راه جاوا فيها الخطاب انت خطبتي هذيك الساعه شوف انا خطبتها وجاو فيها الخطاب جاو فيها انا يعني دويت فيها يعني هما عنده واحد هي ماشي مها اللي كتحكم فيها عندها خوالات اللي كيتحكموا فيها يعني انسان ديما كيحكم عليك بالمظاهر القديمه وكيحكمش عليك انك واحد الانسان راه تبدل شي واحد الانسان راه وليتي واحد اخر يعني مش كدوي معايا اش كنقول لهم انا ما كنسعاش دارنا اولا كنتسنى شي واحد يعطيني انا كنخدم على راسي وكنديب باني راسي يعني ما كنتسناش شي واحد يعطيني معني نجو فيها من الخطاب قلت لها جات عندي جيت عيطت لها دويش معاك قلت لها شوف غاتجيني الصراحه وتقول لي شنو كاين قلت لها اول ما عمرك كذبتي عليا كيفاش هذا الكذوب هذا ولا قلت لا ما كاين والو غير جا انا ما بغيت والو انا ما بغيتش هادي انا ما بغيت والو قلت لها مرحبا انت ما بغيتش والو انا ما قلت لك حتى شي حاجه قلت لي راه انت هذا السيد راه انت راه هو جا لدارنا بصح مي انا ما بغيتش قلت لدارنا انا راه ما باغاهمش يعني مشى صافي انا ملي جات جاوا بالليل بحال ما هكا دواو بحال ما هكا انا بقيت كنتصنت هي معايا طالي وانا كنتصنت صافي دواش مع امها قالت لها انا باش نتزوج وانتم عطيتوا لهذاك وعد وانتم هادي يعني صافي دواش بواحد الاسلوب بحال هذيك اللعبه ديال تمن امها طمعتني يعني قالت لك صافي راه ما كاين والو بقيت هذيك المده كتزيد انا عايش بحال ما هكاك معاها انا عايش انا وحش انا اش كدير لها الواتساب ديالها خدام بنمرتي ديال ابل وانا مخدم نمره اخرى يعني بقينا عايشين بحال ما هكاك وغاديين يعني ما دابا ضربت واحد نقول وصلنا لعامين يعني من المده اللي قالت لي تخطبت فيها وهي راه باقا مخطوبه وانا عايش في اوهام انا ما قلت بحال ما كاين والو قلت انا راه خوالاتها كي يعني كيطمعوا فيها صافي ندير ما دابا واحد النهار جات عندي او ثاني قالت لي شوف لا مالك قالت لي هذاك الانسان اللي انا يعني قلت لك ما خطبنيش راه عاود رجع وجاب دارهم وما اناش قلت مع راسي قلت هادي يا باغيني نجي نخطب هذا غير نديرو لاك يا شي حاجه بحال ما هكا صافي ريحت بقيت كنسوخ له قلت لي قلت لهاد الانسان ما باغاش قلت لي ما باغاش قلت لها مأكده قلت لي مأكده مليون في المئه انني هاد الانسان انا راه ما باغاش وما داخلش ليا لحياتي قلت لها مرحبا قلت لها عطيني الفيسبوك ديالو ولا النمره قلت لي ما عندي لا نمره لا والو عندي فيسبوك قلت لها مرحبا انا عندي واحد الصديقه ديالي قلت لها انت خدي معايا واحد الافير قلت لي شنو قلت لها نعطيك واحد الفيسبوك ودوي معاه وخدي من عنده النمره وعطيها لي باش نعطيها هي دو معاه تقول لي خويا انا ما بغيت نتزوج بك ما والو قلت لي صافي السيده دواش معاه هذيك الدريه اللي كنعرف انا دواش معاه بقات كتباشر هي ويا شحال هو السيد ولا طامع في هذه الدريه ولا كيقول لها مشوا لمراكش مشوا هنا نديروا نفعلوا قلت لي صافي مرحبا خليتهم بحال ما هكا وانا نقول لها شدري قلت لدري عطينا مد باس انا هو هي الدول هي تعرف كيفاش توصل لي الميساج ما عدا لك عطينا مد باس دويت معاه كلشي بخير كتوريني كنقرا في الميساجات مع شويه تقول لي شوف عالي حبس قلت لها مالك انا نسيت سميت كاع الاسم ديالي قلت لي حبس قلت لها مرحبا انا غنحبس هاك دوينتي يعني خليتها هي داويه واحد اللحظه تكلقى هذاك السيد اللي كداوي معاه شد سكرينات من الواتساب ولاحهم ليا في داك الفيسبوك وبدا عليا نتوما حشومة عليكم ما بغاوشينوش انا وهاد الدريه نتزوجوا ما بغيتوش هاد الشيء قلت لي وانا كتب انايا من الفيسبوك قلت كيفاش اخويا تلقاز قال لي شوف نتوما داوين معايا من هنا وهذيك السيده اللي نتوما ما باغينيش نتزوج بها هي اللي لاحت ليا السكرينات ولاح لي اب الفيديو كيدوي وياها ويا كضحكوا
يعني من تما بدات اول هذيك هي اول صدمه صافي. من بعد ملي دوش جيت عيطت ليها قلت لها شوف غريح وقلت شي كامل علاش درت شي. قلت لها انا جيك الصراحه قلت لها اشنو كاين. قلت لي انا راه دار نبزعوا عليا وقالوا لي هاد ليات الانسان عنده دار عنده الطوموبيل عنده هادي وانا راه باغيك انت. لا انا ما غنتيقش بك حيت يعني الانسان ملي يولي كذب عليك هاد الكذبه هادي راه اي حاجه ممكنه. يعني مدازت واحد اليومين السيده هربت من دارهم انا خدام تعيطت لي الام ديالها الو ما تي واش الدريه ما. قلت لها انا ما معاياش قلت لها انا راه خدام. قلت لي ما تعقدش قلت لها عيط لي ابل فيديو في واتساب غتشوفيني انا خدام. عيطت لي شات قلت لها ونخرج قلب لي عليها ولا شوفها. يعني احنا كنقول لكم اتي بعيده بيا بواحد الميل بعيد بقيت كنقلب يعني في دربهم اللي انا كنعمر فيه مره بقيت كنقلب درب ما لقيتهاش والو. ملي عاودت صونيت وانا نلقاها في جاوبني قالت لي انا راه في الفلان فلانيه مي ما غنرجعش. انا اش قلت لها؟ قلت لها انا خرج من الدار انا غادي نلقاها انت غادي حاري. قالت لي رجعتي عاوتاني لهيد؟ قلت لها رجعت لهيد. قلت لي شوف غنمشي معاك. قلت لها راك تمشي معايا راه انا بنقول لك داركم ما بغاونيش انا غنمشي معاك. وداك الشيء اللي درت السيده مشيت عندها دويت انا لقيتها تما. يعني اون فوا عيطت لها قلت لها باش ترجع لداركم لقيت واحد الدريه اللي كتعمر فيها بداو كيعايروا فيا كدا من ملي شتهم وانا شدهم بجوج رجعتهم جبتها للدار ديال امها. قلت لها شوف هي بنتك راه ما كانتش معايا راه شنو كاين شنو كاين. قلت لي صافي يعني صافي من طلعوا مشات او درت لها قال هاد واش ما. قلت لها شوف انا يعني كنت باغيك اما اللي كنت باغا تخرج على راسك انا هادشي راه ما غنتحملوش وما باغيكش انا في هاد الطريق. قلت لي صافي ماشي مشكل. لا صافي حنا نبقاو غاديين بحال ما هكا نبقاو غاديين درجه درجه. قلت لها والمكتب المكتب حاجه اخرى صافي بقينا غاديين بحال ما هكاك. يعني واحد صافي السيده ملي عاودت لي ان خوالاتها لقيت بصح ان خوالاتها نيش فيهم هادشي تاس واحد من ضمن يعاودوا يطلعوا لي التصاور ديالي انا بواحد التصويره يعني فيها داك الطراميس وفيها داكشي ديال السحر. يعني جما انا تصدمت قلت او قالت لي شوف هما شكون هذا اللي لحق التصاور لحهم لي في فيسبوك فوقهم شي واحد لي التصاور حد لا هم تصوري انا وفيهم تصويره مكتوبه سميتي وفيها عقد اللسان فيها النفور من العمل فيها بزاف د الحوايج بحال ما هكا. انا ماذا بيا تصدمت اول حاجه شكيت فيها هي حديت واش مع قالت لي لا راه لقيت خالتي ولقيت هادو من هنا وهادو من هنا تيهم اللي لقيتهم هزينا هادشي هذا وما مأكداش. قلت لها ما كاين والو. قلت لي صافي بقينا عايشين بخير. يعني كنقول لك يعني صافي من تما عاودنا تفاهمنا. يعني السيده شداش معايا الطريق ديال بصح صافي باش كنجربها كان عندي انا موتور يعني كان عندي موتور كانت عندي اس اش يعني كنجيب الدراري شراني عند الماطر كنوريني في الواقفه كيوقفوا عليها ما كتبغيش تعطيهم النمره ولا عطاتهم النمره كتعطيهم النمره تي ديال الابي كتقول لي ما انتم عايدوا النمره كتعطيهم النمره تي كيصونيو عليا صافي تاكدت بلي السيده راه يعني ثقه. ديجا واحد النهار عاوتاني شبعتها خليتها تافات تدربهم بزاف وصيفطت لها واحد عاوتاني دارت نفس الشيء قلت هادي راه صافي يعني السيده راه دايره تعقلها ولاش فيه خير بقينا عايشين بحال ما هكا. يعني صافي انسانه ديال يعني قلت هادي اللي دير مستحيل على قبليك يعني مستحيل ديال المستحيلات تسد ديرو ما كاش مأكد ان من وراها غطرا شي حاجه صافي خليهم بقينا بقيت عايش انا وياها بحال ما هكا. يعني بقينا عايشين بحال ما هكا لدرجه تصور معايا خويا بدر الا نقول لك الا بعض المرات كتكون بحال ما هكا كنريح من الخدمه اولا كنكون ما خدامش تخيل معايا بحال الماكياج ولا شي حاجه الا كنقول لك مرت الخوادري ولا الخوادريه ولا كنت كنشفر لهم يعني شي حاجه جديده يعني باش هذيك السيده انا يعني ما عنديش كنقول لها هاك. يعني كنت كنحيد شي حوايج لدارنا بحال اي حاجه جابوها دارنا كنحيد منها النص وكندي لها كنقول لها انت هاك يعني باش نوصل لها كنقول لها يعني واخا كتقول لي انت ما خدامش ولا مريح من الخدمه كنقول لها انا خدام ماشي سوقي فيك. يعني انا انت ما ديرش بالك ما كنقولش لا انا راه هزيتهم من كنقول انا خديتهم لك. يعني ما حد ما خدامش كنقول تنخدم ونعاود نرجعهم للدار. بقينا غاديين بحال ما هكا. كان ديك الساعه كان الاب ديالها نيت نوضين باش انا بقات فيا بزاف كان الاب ديالها يعني هو الام ديالها تخيل معايا الحولي ما كانش كيشريه لي ديال العيد وكان كيوصل العيد كان كيوصل العيد اقسم لك فمي بالله وصيامي حرام من هي الا كنت كنخدم جوج خدمات كنخدم في الصباح وكنعاود نخدم في العشيه وكنمشي يعني كنمشي لجيت الحواله ونجر من هك ونجر من هك على الاقل باش يلاه نوفر لهم واحد اللعيبه وكنقول لها شوفي ها هو حولي ولا سولاتك امك ولا شي لعيبه وقول لها واحد المحسن
راه كيعرفوا علي هو اللي راه ليكم يعني. حيت قلتي لا انا غتجيهم بزاره تقول لهم هذا كيمن علينا او لا كي يعني كنحاول انني نجيبو من البيت كنقول قولي لامك هذا غير محسن جابو ليكم صافي كيشدوه بحال ما كنت كنشوف بالاعين ديالي انا كلشي يعني ما كيعقلش عليهم هو ما يعني هذيك الرحمه ديال الابناء ديالو ما عندوش. بقيت غادي معاهم بحال ما هكاك يعني ديما انا وياهم يعني كنشوف السيده بخير كدا من شر واحد النار شر واحد النار السيده يعني انا من تما صافي بديت كنتهرب من هذه البصه يعني واحد النار انا كان فد رمضان هذا كان فاش قرب رمضان ديال الحجر الصحي نيت كنت كنجي كنقول لك تصور مع الحجر الصحي وكنجي من يعني من الدار عندنا كتبغي شي حاجه كنهز من جي يعني الحجر الصحي وممنوع التجول وكنجي من حدانا حتى لعندك يعني داكشي اللي بغيت وكنعطيه ليها وكنجيب كنقول لها شوف يعني راه يعني راه من سبع المستحيلات كان الحجر الصحي راك تعرف الحجر الصحي ملي كان ممنوع شي واحد يخرج وكنت كنقول لك يعني كنت تما جاوز الدروبه بموتور وكنت خبا من هنا ونتخبى من هنا يعني كنجي وكنشوفها وكنقول لها شوفي يعني انا راه مستحي اي حاجه نديرها كتمجنن كنقول لها اي حاجه نقدر نديرها على قبلك انا حداك يعني لدرجه تصاحبت مع وحدين ساكنين حداها وكنطلع للسطح باش يلا نشوفها يعني دوزنا شي اجواء. واحد النهار كان جياني عندي كان العيد وكان جايه هي في الطاكسي بحال ما هكا ماذا بيا كنقول لك جبت لها واحد البيجامه كنت جبت لها بيجامه وشت لها ماكياج جبت لها باش تصايب شعرها بالليل في الحجر الصحي. فالصباح هي جايه لهنا يعني جايه هنا طمع واحد من الطاكسي بقات داوي هي وياه المره الاولى اش قالت لي ملي جيت انا انف تسلمت على سلمت لك قضيه تليفونك ها هو عندي سيري تاكلي معاهم ولا باش وعاودي رجعي عندي. قالت لي مرحبا قلت لي انا صافي انا مشيتي انا مرحبا انا معاك لا واخا صافي سير. قلت لي صافي انا غنمشي مشيت بحال ما هكا انفو كنجيب التليفون كنقلب ما كنلقى والو كنلقى ميساجات مسحات واحد الهضره كتصوني واحد النمره السلام عليكم كنتصنت بحال ما هكا قلت السلام عليكم شويه قطع واحد شويه عاود هزيت التليفون باش كنتصنت ونقول لهم ماشي جدوي انا هو داك من الطاكسي اللي كنت يعني عطيتيني النمره وكنت باغيك كورسا وكنت وديوش معاك. قلت لي خويا الانسان راه مجوجه كتعيط لي قال لي خويا كنت انسان مجوجه ما غتعطينيش النمره وعطات لي باراده ديالها شويه طلع انا دوش معاك قلت لها فلانه قلت لها السيد عيط لي وها قال لي وها قال لي قلت لي لا كتاب ما يمكنش لا هادي قلت لها شوفي ما غيكذبش عليا يعني ما دام هي انفو مشات هي الانفو مشات هي طلعت للدار صيفطت لي ميساج وتقول لي شوف قلت لي شوف هذيك الامانه اللي هذيك الامانه اللي كتعطيتك بغيتك تجيبها لي قلت لها اش من امانه قلت لي البيجامه اللي جبت لك راه بغاها مولاه يعني تخيل معايا في هذيك اللحظه ما كرهتش لا تحلوا نتخشى وسط واحد بالبات ام واحد هي هي دابا انا ملي انا ملي لقيت النمره ديال مون الطاكسي ولقيت هذا الشيء هي ما لقاش باش تبرع هي ملي قالت لي نشوفك انا ما بغيتش وتقول لي حق الواد جيب لي هذيك الامانه قلت لها اش من امانه وتقول لي هذيك البيجامه اللي جبت لك بغيتك تجيبها لي راه بغاها مولاه قلت لها كيفاش بغيها مولاها انا ملي جبت انا ما نمنش عليك انا خيري سابق وانا ما كنمنش عليك علاش حنا عايشين يعني ما واكلين طعام بيناتنا ما نقدرش نقول لك انا جبت لك ولا انا درت لك ولا انا داك الشيء مشى. قلت لها كيفاش ما دابك انا يعني دوزت معاك بزاف وشي حوايج درت كيفاش انت بعتي راسك على قبل البيجام ما خاوي وتقول لي لا راه بغاها مولاها راه مولاها عطاها ليا وقال لي ردي. قلت له انا ملي بغاها مولاها علاش انا جايبها ليا انا ما كنتسناش منك تعطيني ولكن ملي درتي هكا قلت صافي حيد راه كنا السيده تكلفات وشراتها. قالت لي تي بغاها مولاها قلت لها صافي ماشي مشكل انا كنعيط للدري نيت اللي جاب لها البيجام سولت وقال لي اخويا انا والله ما قلت لها حاجه انا عطيتها ليها وهي خلصتني راه ما كاين والو شويه دويت معها قالت لي لا صاحبته بداش كتدق عليا قلت لها كيفاش قالت لي صاحبته بداش كتدق عليا وكتقول في هذه الهضره وانا هادي وانا ما تحملش وبغيت نعطيهم ديالهم ونشترك واحده اخرى لك ما غتقوليش ليا بحقها تقول لي عالي راه البيجامه جابها لي واحد ورجع عليها كنت انا غنشري بيجامه اخرى ونعطيها لك نعطيك ديالو ديها لي اولا انت ما تقولي لي والو صافي وقولي لي خاصني شي فلوس ولا خاصني شي حاجه ونعطيك فلوس ودي لي فلوس. قلت لي صافي قلت لها صافي قلت لي انا صافي انا غنبعد منهم وانا ما لاقينش ليا اللي كيعطيك الحاجه وكيرجع عليها. قلت لها صافي ما دابا يعني جينا طلعنا في العشيه ضحكنا الغد لي انفو مشات انفو غدا لابسه نفس البيجامه ومصوره مع نفس الدري انا كنعرف بقيت كنشوف
يعني قلت لها كيفاش هاد الهيت مشيتي وتصور؟ قالت لي لا ورديتها لي وقال لي والله تتلبسيها وتصوروا. صافي ماشي مشكل. قلت لها صافي سير. معنينا دازت واحد المدة جي عندهم للدرب مريحين. تجيش عندي واحد الدري قلت لي شوف فلانة راك لقاهم ديما مجمعين واحد القنج معاهم دراري وتبعتهم جوج مرات لقيتهم مشاو عند واحد المرة كدير هادشي ديال الشعوادة. قلت لها واش مأكدة؟ قالت لي اه مأكدة. قلت لها واش مأكدة؟ قالت لي اه مأكدة. ملي جيت عيط للدراري هنايا وراوني تبعتهم لقيتهم هاودا من تما. انا درت راسي بحال ما شفتها ما والو خليتها سرحت واحد كنقول لك واحد مدة واحد السيمانة. ملي مشيت عند هذيك المرأة أنا دويش معاها وقلت لها أنا راه اش بغيت واش بغيت؟ قالت لي نجيك مع الصراحة. قلت لي شنو؟ قلت لها واحد الإنسانة جات عندك واش درتي واش درت؟ نقدر نخلصك قول لي اشنو بغيت؟ قلت لي ديك الإنسانة كانت باغا دير لك شي حوايج اللي أنت تولي الملك ديالك. قلت لها ما فهمتش. قلت لي بغاتك تولي الملك ديالها أنا. قلت لها صمكش علي يعني أنا إنفو سمعت هذاك الشيء إنسان بعد 3 سنين من البلية هادشي اللي كنقول لك لي 3 سنين بعدت من البلية لغد لي أنا شار يعني الروايد ما كيدوروش ما رجلي ما كاش نهد مريحين مريح في واحد البلاصه بوحدي يعني مريح في واحد البلاصه بوحدي. هي عيط لها صاحبي قال لها راه اش كاين اش داير انفو ديك الساعه لبست حوايج جات كتقلب لي تصور معايا الدري انفو كنقول لك دايرينها على غفله شفتهم بقيت كنشوف فيهم. هي ما عرفتي من هبطات عرفتي بقات كتشوف فيه بحال تشوف ديال بنادم محتقرك يعني ما جاتش عندك قالت لك لا مالك لا اشنو كاين لا حتى شي حاجه بقيت كنشوف انا فيها تا الاخر عم جات عندي عيرتها وصافي صافي من عيرتها صيفطتها مشات بحالها من صيف من عيرتها بحال ما كنت صيفطتها مشات بحالها واحد المده صافي انا بديت كنبعد منها. قلت انا هاد السيده ما رايقاش ليا بديت كنبعد منها. من وراها كنتفاجئ بان السيده عاوتاني مشات يعني مشات ديكلارات انها ماشي لها تليفون شكون داه لها ديتو ولا انا يعني ولات كتقلب على اي حيله باش انا نرجع عندها معاها. جاش مصام ملي درت بحال ما هكاك شويه حاولت انها تجي وتهضر معايا الا بالكوميساريه. ان كيده ان العظيم. والله يا خويا قاس انا تصدمت. تصور معايا ملي كتجيني ملي كتجيني الدعوه وكذا من هنايا وكنجي كنلقاه يعني جيت ملي جاو سموها لي وقال لهم كلمه الانسان راكت انا معاه وراكت خاطبها وراها شنو كاين واش شنو كاين هي حنا ما فهمنا حتى دخل واحد الانسان يعني من لا فامي جا وخدمه كيما فهمش. من جات هي قالت لي لا انا ما قلتش لكم هذا انا هذا راه معايا وخاطبني انا واحد الانسان اخر. قال لها السميه اللي عطيتيني راه هي هذه وكنيتو راه هي هذه يعني قلت صافي دازت المده. قلت لي شوف انا ندمت على كل شيء انا صافي انا يعني تحت من رجليك انا تحت تراب من هكا يعني مش معاود يعني عاودت السيده جمعات راسها جابت مريح. انا واحد النهار عيطت ليا جابت خوالاتها جابت امها قالت لي ما عندي لكم واحد الهضره باغي ندوم مع واحد الانسان جابتهم قدامي قالت لي شوفوا انا من الاخر هذا الانسان كنبغيو كنموت عليه ما تبقاوش تدخلوا فيا ما تبقاوش شي حاجه انا يا هو يا غنموت يا غندير شي حاجه في راسي. هما يبداو لك حنا نعاونوك حنا نديرو. قلت لي مرحبا ديزا واشر ماشي مشكل انا ما نتناش شي واحد نعاون انا خاصه الانسان اللي غتعيش معايا نكون معاه بخير. صافي بقيت غادي معاهم بحال ما هكاك تخيل معايا بقيت غادي معاهم بحال ما هكاك. صافي السيده عاود جمعت معايا الكر ناض مشات خدمات وبقيت كن يعني خدامه جمعت راسها بينات لي بان السيده راه كونفيونس يعني بينات لي انسان راه ولات كونفيونس يعني خدمات ولات كتجي من الخدمه كتعيط ليا كتقول لي انا هنا فين اي حاجه دارتها كتصورها لي اي حاجه يعني شافتها كتصورها لي كتقول لي شوف انا راه هنا يعني باش ما يمشيش بالك بعيد انا ممكن ندوي مع حتى واحد كتسكريني لي الميساجات انا ما داوي مع حتى واحد صافي بقينا غادي بحال ما هكا. ملي انا بغيت وليت انا بغي نخطبها من دارهم جات عرض لي باها قال لك لا قال لك با قال لك ديك الساعه لا انا ما بغيتش نتزوج بها وانا ما بغيتش انا بنتي بغيت لها شي واحد اخر ما بغيتش لها نتايا وما بغيتش لها هاد. قلت لي انا ماشي مشكل يعني جبت دارنا عاوتاني ودارنا ما كيحتارموني تصور من جد دارنا وعرفوني جايين ما بغوش يستقبلوني يعني هذيك كنصوني وكن الدار هما كاينين فيها وكيقول لك كنصوني وما كيشوف حتى واحد بحال انا ما كاينينش شحال يعني دارهم ولاو كيبغيو يجيو وحدان هاد لا فامي ديالهم كيقلبوا الزنقه ما نكذبش انا اخر صافي شفت انا وياه بزاف شفت اخر طريق اللي غيكون بيني وبينه هو يعني نكبروا هاد الصغار كيفاش تكبر هاد الصغار يعني
يعني نديرو شي حاجه اللي يعني اللي شكشاف لينا بها نتزوج. فهمتك فهمتك فهمتيني. تحطوا عائلتكم في امام الامر الواقع، بغيتو مرحبا ما بغيتوش نتوما اللي خاسرين. احنا في امر الواقع يعني صافي خدينا داك الاجراء، وهي كانت كتقول لي ديما كتقول لي شوف فلان انا بغيتك دير هادشي باش نكون لك، انا بغيتك دير هادشي باش نكون ضدهم، باش نكون ديما معاك انت ونكونوا ضدهم انا. قلت لها صافي ماشي مشكل صافي. بقيت كنفكر في هادشي شي سيمانه صافي، درنا الغلط، الغلط وقع يعني من درنا الغلط صافي. بقى هذاك يعني بقاش بيناتنا، انا ما كنعاودوش نجبدوا نفس الشيء، ما كنريحوش يعني داك الموضوع ما كنجبدوش، ماشي كل مره نجبدوا لا حق والواد راه درنا ودرنا وخاصنا وخاص. ما بقاش كتجبد ليا هادشي ديال الجواج، لا راه حنا غلطنا خاصك تجوج بيا صافي. ديك اللعبه ديال قلنا بحال الانسان مجوج بهذيك الانسانه صافي، ما دار داك الغلط نهار هما ما نهار هما غيعرفوا راه غيقول لك تعالى مرحبا تعالى تجوج بها السرعه. بقيت غادي صافي، بقيت عايش انا وياها بحال ما هكا صافي انا بخير صافي. شتاش معايا الطريق، جمعنا واحد الرزيه، جمعنا انا وياها واحد الرزيه. قلت لها انت قلت لي مش قلت لها انا راه بغي ندير واحد المشروع. قلت لي اما هو قلت لها راه غندير واحد المشروع ونزيدو به حنا لقدام. قلت لي صافي خديت داك الرزق، كتكريت واحد الحانوت وبديت خدام فيه، بديت خدام انا في واحد الحانوت، هي كنت مشيت خدم في واحد المعمل يعني، وكنجمعوا فلوس ديال كيقول لك يعني علاش ترجع ايه يعني مهما كنجمعوا داك فلوس مهما باش ترجع صافي. بقيت انا كنقول لهاد الانسان راه صافي يا جيش الدارنا. قلت لهم انا جيش هاد الخوا دري دير، قلت لها انت راه اش درت واش درت واش درت هي شو درت هادشي صافي، تحمل مسؤوليتك انت. هذيك الانسانه هما ما بغاوش تدرج بحال ما هكا، انا معايا باش نعاونك. هذيك الانسانه ما تضيعهاش وصافي يعني، ندوزتي معاها واحد المده هذيك الانسانه ما تضيعهاش كلي صافي صافي. ملي جينا بحال ما هكا بقيت خدام انا، بقيت خدام وانا ديما كانت في بالي واحد الفكره ديال ان الهجره ديما انا بغي نمشي لاوروبا ما بغيش نعيش هنايا. جيت بحال ما هكاك ملي كنسمع ديك اللعبه ديال باغي نمشي لاوروبا، باغي نمشي لاوروبا كندوي معاها. جيت من جيت عندها كان جاتني واحد الكونترا للسعوديه. من جاتني ديك الكونترا للسعوديه جيت وريتها لها، وري حنا كنناقشوا كيف اي فواش داتها في يدي سرقتها وانا مخلص فيها فلوس. قلت لي لا ما غاتمشيش غتبقى هنا. قلت لها دابا راه شحال يعني راه هادشي باش طالع وهادشي باش كاين وانا جيت دوج معاك يعني، انا ولو غنمشي لهي ما غندير حتى شي حاجه انا يعني لا قبل. قلت لي لا غتبقى هنا وداكشي اللي غنديرو غنديرو هنا بجوج. بقيت غادي هكا قلت لها مرحبا ماشي مشكل صافي. عاود دازت المده ويجيني هاد كان جاني واحد الرزي، كان واحد الورد ديال الدار كانوا باعوه وعطوني حقي. انا اش درت مشيت عند دارنا ندير، قلت لهم شوف عاودت لهم المشكل اللي كان. قلت لهم انا دكت السنده انا وياها غلطنا. قلت لي قلت لها غلطت انا وديك السيده، ولكن انا باغيها، انا عندكم جوج حوايج، انا كنفكر لها ولو ما عرفتش تقولوا لي، ولكن ديك الانسانه ما خاصهاش تضيع يعني الانسانه خاصها حتى هي. قلت لي انا انفو انفو مشيت لهي غتمشيو لدارهم غدوا معهم رسميا غتقول لي راه اش كاين اش كاين اش كاين راه غلط هو يا مي هاد السيده راه هو باغيها. بغيت نديروا العقد قبل من انا نغامر، بغيت واش نجي يعني جل التكاليف شو كيف ربي كيفاش غيكتب لك من القدام. قال لي صافي الدار قال لي احنا مرحبا معك، مشي شريت خواتم مشي شريت دهاز بلا ما نقول لها والو، انا بغيت نفاجئها. قلت لها صافي يعني مشي دير بحال هكاك من النهار اللي انا غنمشي يعني ما علمتها ما والو. ما قلت لي فين؟ قلت لها انا غادي خدام في الصحراء، حيت انا كنت غادي نمشي من الصحراء. قلت لها انا خدام دابا انا خدام في الصحراء كندوي معايا يوميا. ما قلت لها والو، قلت لها انا خدام في الصحراء ما شكون اللي جا عندها. قال لها راه انسان يعني راه باغي يمشي حراق وراه باغي يدير. ملي جا دوت معايا قلت لها شوف راه شنو كاين وشنو كاين، اما انا الا مشيت انت عارفاني انا ما غنتخلاش عليك يعني انت عارفه كل شيء. قلت لها دخلت معاها الاخت ديالي في الابيل، اختي فهمتها قلت لها شوف راه هو باغيك يعني سواء مشى سواء ما مشاش راه هو باغيك يعني مهما كندوي معاك انا اختي مجوجه. قلت لها مهما كندوي معاك انا راه مش كنطمعوك ولا كنقول لك شحال، كندوي معاك في الواقع يعني شوفي هو راه جا لداركم داركم ما بغاوش يعني كانوا المره الاولى باغين شويه ما بقاوش باغين شويه كلو كيدخلوا يخرجوا في الهضره راسهم كيقول لك لا حنا بغينا واحد عنده دار، بغينا واحد عنده طوموبيل، بغينا واحد عنده هادي يعني حنا على قد الحال عندنا دار هنا عندنا دار اخرى. مي حنا كنشوفوا الانسان اللي فيه غتعيش حيت اللي عاش اللي غتعيشوا هنا غتعيشوا في جهه اخرى اللي يعني اللي كاينه راه كاينه.
صافي بقينا غاديين معاهم بحال ما هكاك. انا حدي صافي مشيت واحد ليما تقطع لي الاتصال صافي مع الحراك يقول لك حيدوا التليفونات، كيخاف على راسك يقول لك لا تصوروا ولا ديروا شي لعيبه وتصدقوا مصيفطين للحبس. حيد لينا التليفونات ما لقاهمش خدامين، كان حيدنا صافي طفيت انا التليفون واش خدامه بواحد التليفون حبير مره كنشعلو كنعيط ليه كندو معاه انا غادي بحال ما هكاك. صافي جا واحد النهار، انا واحد النهار جي صافي كنقول صافي تشيك عيت وما شفت ما كاين لا حرقه لا والو، قلت انا غنرجع. فهذوك الايامات اللي كنقول نو السيده ما بقاش كدوي معايا بزاف، ما بقاش كنشوفها بزاف يعني ما بقاش كدوي معايا، كنقول او شنو كاين. جيت عندي واحد الدري قلت لي راه انت راه واحد الدري من هذوك اللي كانوا من هذوك صحابك اللي كانوا كريحوا معاك يعني من البعيد، ماشي صحابك الروح ملي كنت كطلع عندنا هنايا كانوا مره كيوقفوا معاك راه ولا كيتقرب ليها بزاف كيقول لها انت اختي واللي خصاتك انا معاك فيها واللي طرات انا معاك فيها. قلت لها هذاك انسان انا عرفته، قلت لها عرفته شنو كاين، مي ما نظنش انه يطرى شي حاجه. قلت لي ها شنو كاين قلت لها صافي، قلت لها انا المهم انا غنهوت. صافي جيت هوت مع انفو، جيت هوت دوش انا وياها يعني ما قالت لي والو، قلت لي انا بخير كذا من هنايا كنجل دربهم كتوقف معايا، ولكن كتوقف معايا بواحد الوقفه ديال يعني واقفوا ما تيقاش فراسك. كانت ما عمرها قالت لي لا راه الناس كيشوفوا فينا ولا غيشوفنا، حتى ولات كتقول لي لا هذه غتمشي تقولها لماما، لا هذه غتقولها لاختي يعني ولا السيده، ولات كتخاف بزاف يعني هي واش كنقول شي حاجه كاينه من ورايا. صافي بقيت غادي معاه بحال هكا كندو انا وياها يعني كنقول لدرجه صافي هذه راه يعني ما كاين والو، يعني انسان كاين شي دريش كيشوفوك باغي تتزوج ولا نويتي شي حاجه زوينه كيبغيو يدخلوا لك في الطريق. صافي قلت حيد ماشي مشكل انا غنهود وغنمشي نقول لها اشنو كاين شي دويش معاها. صافي قالت لي شوف راه ما كاين والو وما كاين والو من هذا الشيء هذا. صافي نيت بحال ما كنت مش تريح مدى بي واحد النهار، واحد النهار كان عندها عيد ميلاد وانا ماكش كنهضر انا وياها، كانت كعاتني وقال لي الدريات شوف راه كتفكي وتا واحد ما تفكرها وهذه، كيما انتم ما تقولوا لها والو انا غنهز الحلوه غنشريها وندير ونجو عندها غنريحوا بيناتنا. تلقاني انا واقف قلت لي صافي ما صيبت الحلوه، عيطت للدري عشيريه زين الطوموبيل حطني عندهم، هي واقفه بحال ما هكاك تلقاتني واقف ما شافتني ما شحال ما شافتني تلاحت عن قتني وبديت كتبوس فيا. واحد اللحظه انفو هي مدوره وجهها هوك السيده طلقت مني ويدخل لواحد الدروج ويتريح. ويقدروا شي واحدين عندك من المتشبعين يكونوا عارفين هاد القصه، عارفين هاد القصه هادي وغيكون هما عارفيني انا مزيان وعارفين هادشي اللي واقع معايا. دخلت انا درت فيها درت في الدري ها قلت لي اشنو كاين، قال لي الدري ما كاين والو. درت في الدري صاحبتي قلت لها كاين شي حاجه، قلت لي لا واحد صاحبتي قلت لها كاين، قال لي لا ما فهمنا والو. مشات عند ماش كتقول لي نفود انا الدري، قال لي اخويا راك خبشات لي فودني نجي عندك. لما مالك انت شنو كاين، قلت لي لا واحد المره شافتني قلت لها شوفي مابقيتش كتبيع لي اشنو كاين. درت بحال ما هكا ملي عاود درت ما كنشوفها هذاك الدري نيت كان غادي، وهذاك الدري في هذيك اللحظه انه طرا واحد المشكل. انا ديك الساعه باقي ما في خباري والو يعني ديك الساعه انا ما ديش ماجل، دخلت بحال ما هكا كنقول امالك صافي حدد واش معاك، قلت لها شنو كاين شنو كاين، قلت لي لا ما كاين والو. صافي قلت لها المهم هادي انت الحلوه ديالك هالكادوات ديالك انا غنمشي بحالاتي يعني شال غدا وغندوي انا وياك. اللحظه اللي انا زدت حضرت راسي وتميت غادي الموطور مع ان هذيك اللحظه كانت يعني ديما كرجع ليا في بالي داك الشيء ما حددتش فيها. صافي زدت بحالاتي عاود صونيت نسولها واش دخلت للدارهم ولا باقا في الزنقه. دواش معايا قلت لي انا راه غادي للدارنا قربت، عاود صوني قلت لي انا قربت للدارنا. واحد اللحظه كنصوني مابقاش باغا تجاوبني او كنصوني مابغاش تجاوبني، وانا نقول للدري صاحبي اش دير صوني لا انت غتجاوبك. صوني لا الدري صاحبي مع الو مع الو مع جاوبني واحد كي الو شكون معايا، وقول لي معاك راجلها. راجلها اه كيفاش راجلها؟ انا ما فهمتش والو ديك الساعه ما قلت لي قلت لي انت راجلها وانا شنو كنجي، قلت لي انا راه راجلها، ويقول لي واش معايا فلان بن فلان، قلت لي اه، ويقول لي صافي وانا سمي قلت لي واش انت هو فلان بن فلان، ويقول لي اه. قلت لي تقدر تجي عندي دابا ويقطع سيد بحال هذيك اللعبه ديال صافي ضربوا. هو هذاك الدري صاحبي اللي كان بغيت يتقرب منك ملي كنت كنوقف مع الدراري، هو بغيت يعشر معايا. اذا تزوجت بصاحبك
هو ماشي صاحبي من روح الروح، مي ملي كنت كنوقف مع الدراري يعني كنعرفو. ملي انا ملي درتها قلت او فكرت مع دماغي مزيان، قلت ها جيش عنده، قلت صافي والله حتى غيبقى لي هذا في بالي، جيت عنده جيت لضربهم كنصوني ليه كنصوني مبغاش يجاوب كنصوني مبغاش يجاوب، وانا قلت اش دير والله حتى غنمشي عنده. اللحظه اللي انا مشيت عنده دويش انا ويا، قلت لي انت راه اش كيقولوا لي انت يعني انت عارفني اش دوزت مع السيده، قلت لي يعني تخيل معايا وحده راه مدور مع ربع سنين راه اي حاجه في دماغك راك تكون دوزها معاها. قلت لي وانت كتقول لي راجلها، انا ما فهمتش راجلها، قال لي لا ما كاين والو انا عزيزه عليا وانا هادي وانا هادي. قلت لي دابا انا نقول لك هاد الانسانه بغيتك انا تفوتها، هاد الانسانه انا عزيزه عليا وانت عارف اشنو مدوز انا ويا، انا الانسانه ما بغيتش تقدو معايا. قال لي لا وانت اللي بغيتك وانا هادي وانا هادي انا كاد. قلت لي صافي تصور معايا هي ملي كندو معاها كتقول لي شوف سير عنده، انفو عيط لي غنقول لي سالينا، انفو كنعيط لها كعيط لها كتقول لي سالينا كنتزوج بها ولا شنو في ديك الساعه. انا نكمل لك القصه، انا ديك الساعه بقي يعني حير ما بين هوك وهوك. كنديرها كنديرها كندو مع انفو كنقول لها كنهز التليفون كنصوني لها كنقول لها انت ها هو حدايا قولي لي داك الكلمه كتقول لي فلان سالينا واش كيقولها ياك فلانه ياك هادشي اللي كاين. كدا تردد في الهضره كدا لي لا 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 انا ما كاين والو انا راه هادي انا هادي، لكن عاودو معاك كدا تبكي عليا كدا تبكي 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 وانا باغيك وانا غندير المستحيل نقبلك. كنقول لها شو غدير المستحيل نقبلك غنمشي عنده غدو معاه غتقول لي انفو كنعاود نرجع عنده كندو معاه نفس الهضره. قال لي خويا انا غنبعد منه، قلت لي غتبعد منه؟ قال لي انا غنبعد منه. انا ديك الساعه في دار غفلون، انا ما الدنيا مضروبه انا في دار دار غفلون صافي بقيت بحال ما هكا. قلت او كيفاش هاد السون انفو كيقول لها واش كلمات وانا في الفوكالات كتقول لي هضره وهو عنده كتقول لي هضره، انا ما متفهمش ليا هاد السون هاد. مشيت كندو ما قلت لا راه ما كاين والو انا كاين كاين صافي. جريت واحد صاحبتي قلت لها شوف غنجيك انا من الاخر، قالت لي شناهو؟ قلت لها شوف نجيك من الاخر، قلت لها ديك انسانه انا باغيها انا اشنو كاين اشنو كان. عيطت للخوادريه قلت للخوادريه شوف قدام، قلت للدريه غتسمعي عيط لاختي قلت لها شوف كاين حداك راجلك، قلت لها قلت لها حيدي من حدا راجلك ودخلي للبيت بغا ندوي معاك فشي حاجه مهمه، قلت لها نقدر نمشي للحبس يعني باش تحيد من حدا حدا راجل ودوي معايا معقول. قلت لها ديك الانسانه اللي قلت لك انايا، قلت لها الانسانه اللي قلت لك انا باغيها وكنت غندير بحال ما هكا، قلت لي نهار قلت لي نهار نعطيكم اوكي غتجيو، نهار نعطيكم اوكي غتجيو غتقولوا داك الشيء اللي كاين. قلت لها ديك الانسانه انا ربعت منها ما بقيتش باغيها. قلت لها انسان اخر هي واقفه معايا دابا ونقول صاحبتي دوي صاحبتي هي دوي خوادي باش عاير فيا باش كتخسر في هذاك. تي تخيل معايا ان انا اختك ديرني ما مجوجاش. قلت لها قلت لها كملي، قالت لي ديرني ما مجوج تبغي شي واحد يضحك عليا تبغي شي واحد يتفلى عليا؟ قلت لها بطبيعه الحال ما غنبغيهاش. قلت لها انا واش نهار غلطت جيت عاودت لكم كلشي؟ قلت لها قلت لها انا ما بقيتش بغيت. قالت لي نفرض هذاك السنين اللي دوزتي معاها وداك الشيء اللي يعني طرات وياها، وتصور معايا من نهار كنقول لك من نهار كيقولوا من نهار اللي جيت عندها فجيت لها الحلوى والله ما جات النعمه في فمي قسما بالله. لدارنا دارنا ما شافوني هذا الحلوى الوالده ولات كتقول لي ياك ما وكلوك شي حاجه مشو هذا الفقيه ياك ما شي حاجه مشو نديروا لك الرقيه كلشي ما بقيتش كناكل يعني تم الشهيه مشات لي يعني كنقول لك ما كناكل صافي كرمت ما بقيتش كناكل ما كنشرب ما حتى شي حاجه صافي ماذا بيا صافي مش ما صافي هو سمك هي سمكتها صافي كل ما قال لك في الاخر قال لك لا ما كاين والو. ما جيت على صاحبتك كندوم قلت لها شوف هاد الانسان انا غلطت انا ويا اشنو كان يتشد فمه يقول لي كيفاش؟ قلت لها قلت لي شوف انا ملي قلت لي بحال ما كون صارحتيني ما وريتش انا فوكالات وريتها ميساجات وريتها يعني تصاور انه مش ماشي نكذب عليك انا درت انا ويا واحد الحاجه انني شديت ابل فيديو مريحين بجوج ابل فيديو كنقول فيه شوف هاد الانسانه انا خديت ليها الشرف ديالها وهاد الانسان انا باغي نتزوج بها وهاد الشيء كامل درناه على قبل عائلتها ما بغاوناش انا هاد الانسانه يعني دمي نعطيه ليها وانا باغيها وباغي نتزوج بها. وكنقول لها هي كدوتي هي كتقول لك انا يعني بجميع ارادتي وما يعني مضحك عليا ماشي بزز وهادشي كامل بخاطري ودارنا اللي واقفين علينا دارنا اللي ما بغاوش يعني باش واحد النهار ما تقولش ولحت لها عند الفيديو وفيديو عندي انا يعني باش ما تقولش واحد النهار انني غنتخلى عليها. قلت لها شوف قلت لها باش انا ما خديتكش انك عندك ساهله باش ديكلاري بفمي كنقول هادشي. واش متفق معايا خويا بدر ولا لا؟
يعني بفمي انا كنقول هاد الشيء هذا يعني في ابل فيديو كنشوف فيه كنشوف فيه وكنقول كيحاول انك تختصر شي شويه. عرفتي علاش؟ لان كاين الناس اللي باغيين يمشيو يتسحروا، الناس ديال اوروبا والناس ديال الجاليه راه معنا بغاو يمشيو يقادوا السحور ديالهم ويتسحروا باش ما نشدوهمش كذلك باش نهيو الحرب. مرحبا مرحبا يا مرحبا. يعني صافي من تما انا ملي جاش عندي صاحبتي قالت لي نقول لك من الاخر، قالت لي شنو؟ قالت لي هذاك الانسان اللي انت كدوي عليه، هذاك الانسان بقى كيتقرب ليها يعني، وكان كان خلاف ما بين الام ديالها والام ديالو، كان عندهم واحد الخلاف. قالت لي يعني وجا عندها وقال لها شوفي راه فلان فلاني جا عندي ودوى معايا ودوى لي عليك انت وعاود لي عليك انت بانك غلطتي وياه، هو بدا غير كيسيس فيها فهمتيني، حيت هو من دماغه راه باينه غيقول شو هادو ضاربين ربع سنين الا وكاين وكاين. قال لها شوفي راه مي بغات معاك على قبله وبغيني يعني يديروا لكم حل، يعني راكم راه مبغاوش تجوجوا عليه حنا غنديروا لكم حل. قالت لي يعني صافي السيده اي حاجه كتسمع عليا انا خاصها يعني غتبغي ديرها. السيده مالها طلعش معها للدار. انا ما شي نقول لك هادشي اللي عاودت لي صاحبتها، مي انا دماغي اللي كيقول ان ديك السيده كانت معاه وطلعوا بجوج وبارادتهم وبكلشي ليها، يعني داكشي اللي داروه ما يعني واخا لو صاحبتها بغات تجي منها او لو بغات تختصر ليا باش ما ندير انا والو، جاتني النيشان قالت لي لا شوفي فلانه كانت معاه وشافوهم الدراري حيدي لي انه بغى يصالحهم حيدي لي فلانه طلعت معاه ونديرش. قالت لي شوف النهار جيتي عندها انت وجبتي ليها الحلوه ديك الساعه هو كيطلع هو وياها في اللاكت. قلت لها قالت لي كيطلع. قالت لي هو انفو طلعت معاه للدار مها شافتهم تبعتهم شقمتهم قد. قالت لي شوف بنتي اش كدير معاك؟ قال لا بنتك انا بغي نتزوج بها، بنتك انا باغي الحلال. قالت لي كلمه بنتي غنمشي ندير لها سيرتيفيكي. قال لا ممكن لا سيرتيفيكي لا والو، انا عيطوا لماما تجي دابا، عيطوا لامو تفاهموا داروا داكشي اللي بغاو، قادوا الامور في سيمانه كنقول لك في سيمانه داروا خطبه داروا اللاكت. وانا كنوليش كنشوف اش كنجي نشوف. تخيل معايا واحد الانسان انه دابا ما ليش اللي حصلاته حصلاتهم طلع للدار يعني تبعاتهم حصلاتهم في الدار، يعني حصلاتهم بجوج. ملي حصلاتهم بجوج انا هادشي ملي عاودت له الدريه درت انا في خبار بحال انا مصمك انا يعني شي حوايج خاصها هي اللي تجي تقولهم ليا. يعني ملي جات عندي الدريه قالت لي تخيل في التليفون خمسطاش في المية سهلش أنا ما أطول. سهلت لي وقرة 15%. إيه وش هنقول لكم؟ نتمنى كل شيء يدخل عفاكم كل شيء يدخل القناة ديالي على اليوتيوب، ياك دخل الفيديو اللي حطيت الاخر البرنامج بيان سور لي ديال يكون خير الحلقه الاولى اللي حطيتها في اليوتيوب. نتمنى تكون دخلوا تفرجوا فيها وتبركوا على جيم وتبارطاجيو لان القناه صافي يعني الا دخلتوا غتبقى تلقاو غير 1000 2000 المشاهدات سينياليت ما عرفتش علاش، فمحتاج للدعم ديالكم. نتمنى كل شيء يدخل دابا القناه ديالي على اليوتيوب دابا كل شيء يدخل ونتمنى تفرجوا اصلا في الفيديو ياك. وكذلك اللي بغى يشارك في المسابقه اللي غادي نديرو جائزه لكل ام ديالك بيان سور، رحله لكل ام ديالك كل ابتداء من الحلقه 27 تيتحط كل نهار فيديو، وفي الفيديو كاين واحد الرقم وخاصك تعرف داك الرقم، نجمع دوك الارقام لمده ديال رمضان كامله وتصيفطهم في لاباج فيسبوك، وان شاء الله تكون الهديه للامهات. هذه مسابقه بمناسبه مليون متابع بغيت نهديها للامهات، هذه هديه للامهات ديالكم. فنتمنى من كل شيء بصح الا تعجبكم اللايف، بصح الا بغيتونا نستمروا، بصح الا تدعموا المحتوى اللي تيكون هادف، محتوى انه ما فيه لا سبان لا معيار لا تفاهات لا والو. فنتمنى منكم كل شيء. دابا يدخل طلب هذا، دخل اكتب لي سميتك، تفرج في الفيديو اصلا دخل تفرج فيه ما تخسر والو، وخلي عليه جيم وبارطاجي. نضرب لكم موعد يوم الجمعه
ما يكونش اللايف حتى اليوم الجمعه ان شاء الله الجمعه ونعرجوا لي لايف. كذلك اللي بغى انه يكون واحد من الفريق ديال العمل انه يكون فريق ديال هذا البرنامج هذا، لان كان فريق ديال البرنامج حنا راه ماشي غير يعني بادر بوحدو، ممكنين جنود ديال الخفاء. اللي بغى يكون من فريق ديال العمل يصيفط لي ميساج في لاباج فيسبوك، عفوا ماشي باج فيسبوك، في الانستغرام ديالي BADRE اسباس HELALE. الناس اللي غيبغيو يجاوبوا معنا على لي ميساج، الناس اللي غادي يهيئوا الحلقه، لان هاد الناس راه كاينين ناس اخرين اللي تيقراو لي ميساج ديالهم وتيجاوبوا، ما راني بحالي بحالكم حتى تنطلع في اللايف عاد تنسمع القصه بحالي بحالكم، يعني ما تنديروش داكشي اللي تنوجدوا مع عباد الله وديك التفليه وديك الفبركه، بحالي بحالك تينا تنسمعها بحالي بحالك في اللايف. ف اللي بغى يكون واحد من الفريق ديال العمل يصيفط لنا ميساج في انستغرام ديالي، واللي بغى يعاود القصص ديالو بطبيعه الحال اللي بغى يعاود القصه ديالو او لا يشارك في برنامج يكون خير يتصالح مع شي انسان عزيز عليه وما بغاش يخسره، ولا بغى يبوح سره لشي انسان بغى يصرحه بشي حاجه دارها ليه، صيفط لنا ميساج عبر الصفحه الرسميه BADRE. نتمنى كلشي دابا. انا غندخل للقناه ديالي اليوتيوب ياك نشوف شكون شحال الناس داروا جيم، زعما 4000 على الاقل، غير 1000 دخل دابا دير جيم. شوفوا الفيديو الاخر اللي حطيت ديال ايكون خير، الحلقه اللي بصح كانت مؤثره ديال البارح بصراحه، ندخلوا نشوفوا 400 جيم اخوان. كلشي دخل يدير جيم ماشي خسر والو اخوان، ماشي خسر والو الا درتي جيم، الا بصح تتأمنوا بأن خاصنا نشجعوا المحتوى الهادف ماشي غير بالفم. كاين بزاف ديال الناس تيقولوا تنشوفوا التفاهات في الفيسبوك وكذا، ولكن راه هادشي اللي تيحيدنا حنا باش ما تنبقاش مستمرين، راه هادشي هو باش ما تنبقاش مستمرين حنا، حيت ما تلقاش التشجيع من عندكم. هادوك الاخرين تلقى كلشي تيدخلوا يتفرج في فيديوهات في اليوتيوب وتيشجعوهم وتيوقفوا معاهم ويبارطاجيو ويبركوا على جيم، تيشجعوا التفاهات. ولكن حنا باش نمشيو الناس اللي تيديروا داك المحتوى نقي، ملي ما تلقاوش التفاعل، ملي تيبقاو يموتوا شويه بشويه، كما اللي طرا انا شحال هذيك كنا 200,000 المشاهده في النهار، حتى دابا ولات 1,000-2,000 المشاهده. فنتمنى ان دوك الناس سيليانا داروا لنا سينيالين، نتمنى نعاودوا نوقفوا من جديد عن طريقكم بيان سور، الا بغيتوا الا بغيتوا، ولا بصح تتقولوا بان المحتوى خاصنا في هذه البلاد الحاجه اللي تكون مزيانه، راه انت اللي تتقرر. فنتمنى كلشي دابا يدخل الفيديو ديالي الاخر ويخلي السميه ديالو باش داخل الفيسبوك باش ندخل نقرا لي كومونتير ديالكم. وراه الا لاحظتوا راه تندير لكم ديما قليب بانني قريت الكومونتيرات، فدخلوا الفيديو الاخر ديال الحلقه المؤثره ديال البرنامج يكون خير. وشكرا لكم كاملين، نضرب لكم موعد يوم الجمعه ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.